السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة محاضرة مميزة جدا، هنتكلم فيها عن الـ The Lens. التوبيك أو ده يعتبر أي كور توبيك لأي منهج شرح سويتشنج. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الـ The Lens، نسترجع كده بعض الكونسبتس للـ The Lens من الـ CCNA، ونتكلم بقى إيه، نخش في الـ VLANs كتوبيك في او التوبكس بتاعت الـ VLANs الانهانسد بقى اللي هي في الـ CCNP. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضره النهارده عندنا خمس لابات بقى هيلموا لك كل افكار الـ VLANs والمالتي لاير سويتشنج. هنتكلم بس في الاوبجكتيفز، بس اول حاجه هنتكلم عن VLANs سبول سويتشنج ديزاينز. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن سويتشنج ديزاينز، اتكلمنا عن الـ VLANs، اتكلمنا عن الكور اما يكون متصل بالديستريبيوشنز، تمام اهو بالشكل ده. اوكي طبعا ده الكور لاير، الديستريبيوشن لاير، وبعدين ينزل بقى الايه للاكسس لاير، تمام. اوكي ده الاكسس. كنا بنقول ان احنا ممكن اللينكس اللي ما بين الكور وما بين الديستريبيوشن ممكن يكون لاير 2 او لاير 3، تمام. فاول حاجه اذا كان لاير 2 فانت بتتكلم عن كور ديستريبيوشن اكسس لاير 2 سبريد، يعني لينكات اللاير 2 اللي هي من غير اي بي بقى، تمام. لينكات اللاير 2 يعني متصله كده from the above to the down side، من فوق لتحت كده. لو انت حطيت لينك لاير 3 ما بين الكور والديستريبيوشن فانت عملت كده ايه، دخلت في الديستريبيوشن كو اكسس لاير 2 سبريد، لان اللاير 2 منضم من اول الاكسس لحد الديستريبيوشن ومن الديستريبيوشن للكور لاير 3. او ممكن انك تعمل لاير 3 ما بين بقى الايه اللينكات بتاعت الكور، تمام. لينكات لينكات الديستريبيوشن بينها وبين بعضها، وممكن تعمل لينكات الكور مع الاكسس لاير 3، تمام. يعني انت ممكن تعملها كده لاير 3 كله لاير 3، فانت كده ما بقاش ليه لازمه خالص السبانينج تري بروتوكول. وبالتالي خلي بالك بقى هنا هنعتمد على ان احنا نعمل في لانس ايزوليشن على كل بورت اكس، على كل سويتش اكسس نعمل في لانس الخاصه بيه، ما ينفعش ان هي تنتشر من سويتش الى سويتش. فده احنا كنا بنتكلم عن الفي لانس ثرو سويتشنج ديزاينز. في لانس از ا ميكانيزم اوف سيجمنتنج بروتوكول دومينز. دي فايده الفي لان الاولانيه. فايده الثانيه هيلبس وذ انهانسينج سكيورتي ليفلز، وهنا طبعا according to common switching designs designing models VLANs spread through the followings. دي بقى الايه الجزئيه اللي احنا اتكلمنا عنها، بس احنا عايزين نتكلم بس ايه عن VLAN كمميزات ليه. اول حاجه البروتوكول دومين، اذ كان انا عندي راوتر متصل بسويتش فهذا الجانب ده بيمثل لان، ده بيمثل ايه لان. لو انا عندي جهاز كمبيوتر بعد بروتوكول دومين بعد بروتوكول باكيت، البروتوكول باكيت بتطلع تخش من بورت في السويتش، تطلع من the rest of the ports، تطلع من باقي البورتس، بس شرط ان البورتس السويتش دي تكون كونكتد على some devices. اوكي طب كلام جميل جدا، يعني انت لو عندك بورت ما بورت مش متصل بجهاز طبعا البروتوكول مش هتطلع منه. فبنقول ان اللان is considered as a broadcast domain. طبعا دايما كنا بنقول ان البورت الواحد من الراوتر بيمثل او بيوصل broadcast domain. طيب لو انا كنت عملت مثلا الناحيه الثانيه وصلت سويتش، والسويتش ده وصلته بسيرفر، اوكي، فانا يصبح انا عندي هنا لان ثانيه، فده مثلا سميها لان 2 ودي هنسميها لان 1، ده سويتش 1، ده سويتش 2، وده راوتر 1. فبالتالي الجهاز لو باع بروكاست، بروكاست مش هتوصل للان 2. طيب ده كلام جميل جدا. تم اختصار هذا الديزاين في وما شابه ذلك بقى، ان انت ممكن لو انت عندك 50 VLAN، الفكره بقى هل او 50 لان عايز توصلهم، هل الراوتر ده هتوصل عليه 50 لان؟ يعني انت هتحتاج كده 50 انترفيس على الراوتر؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده is not available. فبالتالي احنا بقى اضطرينا بقى ايه، او ظهر كونسبت الفي لان، كونسبت ماجيكال، كونسبت الكونسبت السحري، ان انا دلوقتي اقدر اوصل مثلا انا هعمل هنا في لان 10، اوكي، وممكن اعمل هنا في لان 20، اوكي، وممكن اعمل هنا في لان 30، اوكي. فالجهاز اللي بالاسود ده اللي هو ايه في لان 10، الجهاز الجهاز ده مثلا او ده سيرفر ده في لان 20، وال مثلا الجهاز ده في لان
30. فانا مثلا هعمل برضو فيلان 10 برضو اوصل جهاز تاني فيلان 10. لو الجهاز اللي فيلان 10 مثلا ده بي سي 2 ده بي سي 1، لو بي سي 1 ده برودكاست، برودكاست مش هتطلع من هنا ولا هتطلع من هنا، لان دي كل فيلان از كونسيدرد از ا برودكاست دومين. تمام؟ يعني انا الفكره ان انا بكونفيجر على البورت فيلان 10، بكونفيجر على البورت فيلان 20، وبعد كده انا اسف بكونفيجر على السويتش فيلان 10، كونفيجر على السويتش فيلان 20، فيلان 30، وبعدين انا باساين بقى الانترفيسز. يعني مثلا ده انترفيس 1، انترفيس 1 هدخله يعني فيلان 10 منضم في انترفيس 1، وبرده انترفيس 2 منضم برده في فيلان 10. طب فيلان 20 مثلا انترفيس 3، فيلان 30 برده انترفيس 4، فيلان 30 انترفيس 4، يعني ده مثلا انترفيس بورت 4 وده مثلا بورت 3 وهكذا. تمام؟ فبالتالي البودكاست اللي تخش بفيلان 1 هتطلع من كل البورتس الاسايند على فيلان 10، شرط ان البورتس دي تكون كونكتد يعني متصله بجهاز او متصله بنود. اوكي؟ فيلان 20 نفس الكلام، فيلان 30 نفس الكلام. طيب الموضوع ممكن نرسمه او ممكن نحطه برده بصيغه اوضح من كده، ان انا عندي سويتش. اوكي؟ ده سويتش مثلا بي شويه بورتس. اوكي. السويتش ده مثلا ده يعني ممكن نحط كمان بورت كمان، ده مثلا بورت فيلان 10 وده بورت فيلان 20 ده بورت فيلان 30. اوكي؟ هوصل من السويتش ده للسويتش كمان بي برضو هنا في يعني ده هيخش برضو اللينك ده يخش بورت، وبرضو عندي فيلا هنا فيلان مثلا 30 وده فيلان 20 وده فيلان 10. اوكي؟ برضو هنا ده برضو متصل بسويتش برضو. اوكي؟ ده بورت او ده بورت. تمام؟ ده فيلان 30 وده فيلان 20 وده فيلان 10. اوكي؟ فالبرودكاست تخيلوا بقى، البرودكاست لو في برودكاست اتبعتت من فيلان 10 هتروح هتطلع من البورت من السويتش ده للسويتش اللي تحته، يعني ده سويتش 1 مثلا، ده سويتش 2، هتنزل الى من سويتش 1 الى سويتش 2 على اللينك ده. اللينك ده طبعا بيسموه الترانك، الترانك لينك، او البورت ده بيسموه الترانك بورت. طيب او تاجد بورت. فالبودكاست هتنزل من السويتش 1 للسويتش 2، سويتش 2 اما طلع البودكاست اوت البورت المتصل على فيلان 10 اللي هو البورت ده، وبرده سويتش 2 هينزل البودكاست للسويتش 3، سويتش 3 هيطلع بودكاست اوت فيلان 10. لكن الفكره ان هي مش هتطلع اوت اي بورت من فيلان 20 او 30. ليه؟ لان كل فيلان is considered as a broadcast domain. طيب كلام جميل. دي الكونسبت او الفكره بتاعه البيلان. طبعا البيلان ساعدتني جامد جدا في ان انا اسيجمنت اي برودكاست دومين. دي الفكره بقى، ان انت ممكن عندك مثلا انفراستراكشر الشركه عندك مثلا فيها 500 جهاز، فانت ممكن 500 جهاز دول لو انت وصلتهم كلهم بلان واحده هتعاني من مشكله البرودكاست ستورمز. مشكله البرودكاست ستورمز ان انت عندك كل بي سي هيلعب برودكاست وتطلع، يعني كل بي سي هيلعب برودكاست وتطلع لل 499 جهاز التانيين بالاضافه للراوتر طبعا، كل جهاز بقى من 500. فطبعا انت عندك يحصل ضغط جامد جدا عندك على اللينكات او الاب لينكس اللي ما بين اي الاب لينك ده بيطلق على اللينك متوصل ما بين سويتش وسويتش. اوكي؟ فبقى عندك برده ضغط برده على اللينكات بتاعه الاب لينك. اوكي؟ طيب ده يعني استخدام الفيلان هو ببرودكاست بسيجمنت البرودكاست بتاعتي، وكذلك بيزود في السكيورتي بتاعتي ان انت تعزل السيرفرات في فيلان وتحط مثلا الكلاينتس فيلان، تحط الاي بي فونز فيلان، كاميرات المراقبه تحطها فيلان. فالموضوع بالنسبه لك بقى يكون ايه افضل طبعا، لان خلي بالكم ان انا بفرض على سبيل المثال اللي انا جيت بسويتش هنا السيرفر ده حطيته فيلان 10 وحطيت عندي كلاينت فيلان 20. اوكي؟ يا جماعه الهاكرز بالنسبه لهم اختراقات اي اختراق اي جهاز جوه اللان ده، طبعا حتى كمان احنا بنديه كورس البنتريشن تيست، ان انت اختراقات الاجهزه جوه الفي لان او جوه اللان بتبقى سهله. يعني انت مثلا عايز تختار الجهاز معاك في نفس الشبكه، الموضوع ده بيكون سهل جدا. اوكي؟ او بمنتهى البساطه او بـ 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 يعني ايه بلفظ اخر، اختراق الاجهزه اجهزه ريموتلي او بره اللان الموضوع بيكون صعب جدا، الموضوع بيكون صعب محتاج اجراءات واتاكس بقى معقده شويه في الكاونتر ميجرز او في الاجراءات بتاعتها. اوكي؟ فطبعا الفي لانز ساعدتني في ان انا اعمل سيجمنتيشن للبرودكاست، وكذلك ان انا اعلي السكيورتي بتاعتي ان انا اقدر في لان احط فيها السيرفرات، في لان احط فيها الكلاينتس، في لان احط فيها الاي بي فونز. فمثلا اي كلاينت عايز يخترق السيرفر بيواجه صعوبه جامده جدا. ليه؟ لان ممكن بمنتهى البساطه اعمل
مثلا بي الكلاينت ده عشان عايز يروح للسيرفر لازم يطلع للراوتر. تمام، لو انا هعمل ار او اس اللي هو راوتنج اون ستيك، يعني انا اعمل سب انترفيسز، ففي سب انترفيس فاست ايثرنت يوصل 0.10 ده يشتغل ديفولت جيت واي على البي لان 10، وفاست ايثرنت يوصل 0.20 يشتغل كديفولت جيت واي على الاجهزه اللي بي لان 20. تمام اهو فاست ايثرنت يوصل 0.10 وفاست ايثرنت يوصل 0.20، كل سب انترفيس تشتغل كديفولت جيت واي على البي لان بتاعتها. لو مثلا ده يشتغل على بي لان 10 كديفولت جيت واي، ده يشتغل على بي لان 20 كديفولت جيت واي. فطبعا البي سي ده عشان يروح للسيرفر لازم يروح للراوتر، بعد كده الراوتر يطلعه الى الايه السيرفر. فبمنتهى البساطه انا ممكن احسن السكيورتي بتاعتي ان انا اقدر اعمل اكسس ليستس، يعني اعمل اكسس ليست مثلا اقول ايه ان البي لان 20 از نوت بيرميتد تو جو تو في لان 10، يعني مثلا الاجهزه اللي بي لان 20 مش هعملها ديناي اللي هي تروح لفي لان 10. اوكي، ممكن اعمل ريفلكسيف اكسس ليست، يعني اقول مثلا ايه في لان 10 اي كونكشن يجي عليه ما يردش عليه. تمام، انا اسف، فيلان 10 ما يقدرش يطلع باي كونكشن بره، يعني ما يقدرش ينيشيت سيشن من عنده، لكن لو جات له سيشن من بره يقدر يرد عليها. تمام، ده ريفلكسيف اكسس ليست. اوكي، فالمهم يعني طبعا زود لي عنصر السكيورتي بتاعتي، كذلك الكواليتي اوف سيرفيس. الكواليتي اوف سيرفيس يعني انا ممكن احدد لكل فيلان الكلاس اوف سيرفيس بتاعتها، ممكن احدد الكلاس اوف سيرفيس بتاعت كل فيلان، يعني مثلا هدي برايورتي. طبعا الكلاس اوف سيرفيس ده بيبقى 8 ليفلز، يعني 8 مستويات كده. ممكن ادي الفيلان بتاعت الفويس ادي لها برايورتي او برايورتي اعلى، بحيث ان انا لو مثلا انا عندي هنا سويتش متصل بسويتش، اوكي تمام، حصل نتورك كونجستشن، يعني في اختناق حصل عند الابلينك المتصل ما بين سويتش 1 وبين سويتش 2، ممكن لو بي باكيت جايه او بي 2 باكيتس جايه، باكيت جايه من فيلان 20 اللي هي بتاعه الفويس، باكيت جايه من فيلان 10 انترنت سيرفيس، انترنت سيرفينج، انترنت سيرفينج يعني واحد جاي من فيلان 10 بيسيرف الانترنت، داخل على موقع معين بيسيرف بيتصفح الموقع، وفي الباكيت جايه لي فويس. تمام، انا عايز اخلي السويتش بقى ممكن اقول له ان فيلان 20 تاخد برايورتي اعلى من فيلان 10، يعني في حاله يا سويتش 1 حصل كونجستشن، تمام، اعمل حصل كونجستشن، انت بقيت مخير بان انت تدروب الباكت بتاعت الفويس او دروب الباكت بتاعت الانترنت سيرفنج، لا اعمل دروب الباكت بتاعت الانترنت سيرفنج وعدي الباكت بتاعت الفويس. فطبعا الفيلان ساعدتني برضو في جزئيه الكواليتي اوف سيرفيس. طيب استخدامات اخرى الاكسبانشنز، ان انا بمنتهى البساطه اقدر اعمل، لو انا مثلا عندي ثلاث مباني وده اتكلمنا فيها برضو في المحاضره الاولانيه، لو في واحد مثلا ماشي اوكي ومعايا مثلا موبايل، الموبايل ده داخل وايرلس وبيشوف مثلا فيديو على اليوتيوب كونكتد على اكسس بوينت موجوده في المبنى ده، ده الاكسس بوينت دي نازله على سويتش، السويتش ده متصل بسويتش هنا، تمام، والسويتش ده متصل باكسس بوينت برده، السويتش ده برده متصل هنا بسويتش، السويتش ده متصل باكسس بوينت. الراجل ده وهو ماشي من ماشي بقى ايه في الطريق المبنى الاكسس بوينت تقدر تعمل redirection، يعني هيفصل من الاكسس بوينت دي وهو ماشي واقف هنا مثلا واقف عند الجزئيه النقطه دي، هيعمل لو الاكسس بوينتس ممكن ادخلها في نفس الفيلان، يعني مثلا ادخلها فيلان 10 اوكي، فبالتالي طالما هم داخلين في نفس الفيلان 10 الراجل ده وهو ماشي الكونكشن بتاعه مش هيقطع، وهو بيتفرج على فيديو يوتيوب او اي حاجه لايف الكونكشن بتاعه مش هيقطع. طب ايه السبب؟ ايه السبب؟ لان بمنتهى البساطه هو امتى يقطع؟ هتقولي لو انا يا باشمهندس مثلا عملت نفس الاس اس اي دي بتاعت الايه الاكسس بوينت دي، نفس الاسم بتاع كل اكسس بوينت الثلاثه ليهم نفس الاسم، والراجل طبعا وهو ماشي والطلبه ليهم نفس الباسورد، هتقولي يا باشمهندس المفترض هيمشي كده هيعمل ريبريش للكونكشن، تمام، يعني مفيش النت مش هيفصل عنده اوكي على الموبايل، لا هو هيفصل بس ايه الاجزاء بالثواني لو هم في فيلانز مختلفه. ليه؟ لان هو هيضطر يغير الايه الاي بي بتاعه، هيتحط مثلا مكان في سبنت بتاعت فيلان 10 حط بسبنت بتاع فيلان 20، ده اذ كان كل اكسس بوينت من دول في فيلان مختلفه، ولكن اذ كانوا في نفس الفيلان اي انهم بياخدوا مثلا اللي بيتصل الاكسس بوينت هنا بيقوم واخد اي بي من الدي اتش اس بي سيرفر ده اوكي. فطبعا هم الراجل ده واخد من بول معينه في الدي اتش اس بي، واخد مثلا 10.0.5، فهتفضل 10.0.5 طول ما هو ماشي، لان هو في نفس البرودكاست دومين، يعني هو ما خرجش بره الايه الشبكه بتاعته او الفيلان بتاعته. طيب كمان فادتني في
اللايك تايب سيجمنتيشن. لايك تايب سيجمنتيشن ان انا اقدر اجمع اعمل VLANs مثلا دي تضم السيرفرات يعني مثلا ده سويتش اهو اوكي ممكن ده سيرفر اوكي وده سيرفر ممكن احط السيرفرات عندي في لان مثلا في لان 10 دول للسيرفرز وممكن اعمل في لان 20 ده اللي يكون للكلاينتس اوكي الكلاينتس في لان 20 اقدر اخليها للكلاينتس ممكن اعمل في لان للكاميرات كاميرات المراقبه ممكن اعمل ايه في لان لكاميرات المراقبه فممكن اعمل هنا في لان 30 للاي بي سيرفيلانس الاي بي سيرفيلانس ممكن اعمل في لان 40 للاي بي فونز اها كلام في لان 40 للاي بي في لان 40 الاي بي فونز يعني انا اجمع الاي بي فونز يعني انا ممكن اجمع كل السيرفرات في في لان الاي بي فونز في لان البي سيز في لان او كلاينتس في لان الكاميرات المراقبه الاي بي سيرفيلانس اجمعها برده في ايه في في لان فادني برده في اللايك تايب سيجمنتيشن فادني برده في السيرفر فيرتشواليزيشن بمنتهى البساطه ان انا دلوقتي مثلا عندي سيرفر اوكي ممكن السيرفر ده ممكن اعمل عليه كذا في امايه يعني كذا ايه كذا مكنه تمام على الفي ام وير ممكن اعمل مثلا في ام 1 ده دومين كنترولر تمام في ام 2 ده يشتغل كدي اتش سي بي ممكن اعمل في ام 3 ده يشتغل كاي اي اس يعني ويب سيرفر ويب سيرفر اوكي طيب كلام جميل ممكن ادخل ده على فيلان 10 وادخل ده على فيلان 20 اخلي الدي اتش سي بي ده فيلان 20 وده فيلان ده فيلان 10 ده 20 ومثلا وده في 30 طيب كلام جميل اللي طب السويتش او السيرفر ده طالع على الايه طالع على سويتش تمام بس هنا انت ممكن هنا تسالني يعني انا دلوقتي عايز اوصل السيرفر ده على السويتش ممكن تسالني طب انا يا باشمهندس انت كنت قلت من السلايد اللي فات ان انا هدخل مثلا بورت مثلا 1 ده على فيلان 10 طب انا البورت ده هدخله على اي فيلان البورت ده هيكون ترانك البورت ده هيكون ترانك اوكي الترانك هو البورت يعني هو الابلينك ان انا مثلا عندي سويتش متصل بسويتش تمام فطبعا انا هنا عندي كذا فيلان وهنا عندي كذا فيلان فطبعا الداتا اللي هتمر هنا تلاقي مثلا ممكن باكت جايه من فيلان 10 باكت هنا جايه من فيلان 20 باكت هنا جايه من فيلان 30 جايه باكت هنا جايه من فيلان 40 فالترانك هو اللينك اللي بيشيل اكتر من فيلان فطبعا البورت هنا هيكون ترانك ليه لان انا كل في ام من عندي موجوده في فيلان مختلفه تمام طبعا ده ممكن اعمله بال طبعا انا هو واحد ممكن يسالني يقول لي يا باشمهندس طب انا هعمل القصه دي ازاي يعني انا دومين كنترولر بي ام 1 ده هدخله على في لان 10 وده في لان 20 ازاي ده عن طريق الفي ام وير الاي اس اكس اي بي ام وير اي اس اكس البي ام وير الاي اس اكس ده يعمل لي القصه دي اللي هي الفي لان فيرتشوال او الفي لان فيرتشوال سويتش تمام ده سهل جدا طب ده استخدام برضو للفي لانز السيرفر فيرتشواليزيشن طيب كلام جميل جدا هنا بقى عايزين نتكلم عن كونسبت مهم جدا في الفي لانز تعالوا نبص كده الكيو ان كيو الفي لان كيو ان كيو ايه هو الفي لان كيو ان كيو احنا هنسال بمنتهى البساطه لو انت عندك سويتش اوكي في سايت مثلا في القاهره اوكي وفي فيلان 10 ده فيها السيرفرات اوكي وبرده انت عندك برده سويتش موجود في سايت في اليكس في اسكندريه والسويتش ده برده في سيرفرات بس انا عايز احط السيرفرات على فيلان 10 برده يعني بس الفكره هنا ان انا عندي فيلان 10 هتكون في سبنت مختلفه مش هتقدر تخلي السيرفرز اللي هنا في نفس السبنت اللي فيها فيلان 10 من الناحيه الثانيه اوكي طيب ده الكونسبت بتاع او ده الكونسبت بتاع الكيو ان كيو الكيو ان كيو بيعتمد ان انت مثلا بتاجر من السيرفيس ده طبعا بالاتفاق مع سيرفيس بروفايدر اللي هو هيوصلك ما بين اسكندريه والقاهره كلاود كده اوكي بمنتهى البساطه لو انا عندي جت باكت طالعه من السويتش يعني ممكن احط دي يعني ده مثلا هنا فيلان 10 ده فيلان 10 اوكي ويكونوا في نفس البودكاست دومين يعني ده الكيو اف كيو يعني من الاخر انا بحط الاجهزه بتاعتي او الاجهزه اللي فيلان 10 هنا فيلان 10 هنا موجودين في نفس البودكاست دومين وليهم نفس او واخدين اي بيات في نفس النتورك سبنت ده يتم ازاي طريق الكيو ان كيو بمنتهى البساطه تعال بص الرسمه دي انت عندك هنا كاستمر سايت 1 وده كاستمر سايت 2 تمام فانا عايز اربط فيلان 123 بفيلان 123 الناحيه الثانيه فكل القصه اللي انا بخش فيه الكلاود تمام ده بتاعت البروفايدر نتورك اهو وبعدين انا لما اخش في السويتش ده السويتش ده بيأساين تاج على الداتا بتاعتي الداتا بتاعتي جايه من فيلان 123 وعايز تروح لفيلان 123 ولكن هو بيأساين تاج
التاج دي اللي هي 456 ده اللي بيكون للكلاينت. تمام؟ يعني من الاخر كده، من الاخر انا عايز اربط VLAN 123 VLAN 123 هنا VLAN 123 هنا بحيث اضمهم لنفس البرودكاست دومين، فانا بختار QNQ تاج VLAN. تمام؟ يعني انا مثلا اختار هنا 456، فبالتالي اي باكت ماشيه في اللينك ما بين السويتش ده والسويتش ده بتحمل هذا التاج، فده معناه ان انا الداتا دي جايه من انترنال في لان تاج 123، فبالتالي اقدر بقى انا هطلع بره السيرفيس بروفايدر اقوم عامل يشيل التاج دي وتقوم رايحه بقى ايه للسويتش كانها على في لان 123. يعني الداتا بتخرج من السويتش ده على الترانك ده بتاخد التاج بتاعتها 123، وبعد كده تخش بالكلاود تاخد تاج ثانيه اللي هي كيو كيو في لان تاج اللي هو 456، وبعد كده طول ما هي ماشيه في الكلاود دي واخده برده نفس التاج دي، اوكي، وبعدين تقوم نازله من السويتش ده اول ما تطلع من الكلاود يقوم شايل عمل سبليتنج كده شايل التاج بتاعت الكيو كيو، وبعدين حط بقى الايه الفي لان بقى اللي هي في لان 123 التاج بتاعتها، وبعد كده اول ما يوصل للسويتش ده السويتش ده يقوم مفروده على البورتس، او لو كانت برودكاست بيطلع برودكاست دي من اوت اوف all ports connected to VLAN 123. دي طبعا القصه بتاعت الايه الكيو كيو. على فكره كيو كيو برضو ليها استخدام مميز جدا، يعني هحاول برضو ايه ابسطه. تمام؟ ان انا ممكن بمنتهى البساطه انت يبقى عندك الداتا سنتر بتاعتك، شركه مثلا ليها داتا سنتر، اوكي، وانت عندك الداتا سنتر بيها الراوتر اللي واصل بيه السيرفيس بروفايدر، يعني مثلا هو موصل سيرفيس بروفايدر سيرفيس بروفايدر 1 توصل الانترنت بقى هنا بسيرفيس بروفايدر 2 سيرفيس بروفايدر 2، ممكن هنا مثلا نوصل هنا بسيرفيس بروفايدر 3 ووصل هنا ده بالسويتش، اوكي. طبعا هنا بقى طبعا يعني حاطط لك راوتر سويتش كده ايه از سمبليفايد يعني. تمام؟ وانا ممكن عندي اوصل بقى السويتش ده بكلاود كيو ان كيو. تمام؟ كلاود الكيو ان كيو، اوكي، ده سويتش انا طالع هنا السويتش. تمام؟ والسويتش ده مثلا ممكن هنا واصل ب برانش 1 وده هنا ده واصل هنا ببرانش 2. ممكن بقى يعني تخيلوا انا ممكن برانش 1 برانش 2 ممكن ما اجرش خطوط انترنت، يعني ممكن الفرع ده والفرع ده ما طلعوش على الانترنت، ممكن اخليهم يطلع على الانترنت ثرو الداتا سنتر. تمام؟ وده بيتم برضو بكيو كيو تاج. يعني الفكره ان انا عندي مثلا هنا السويتش ده اربطه مثلا في ار اف مثلا مع السويتش ده اذا كان بيسبورت الفي ار اف، وبعدين بحيث ان هو يتم مثلا يعني ممكن اخلي السويتش اللي في الداتا سنتر يفرود او ياخد اي داتا عايزه تطلع الانترنت يكون مثلا ليها تاج 123. تمام؟ فانا بمنتهى البساطه ممكن اظبط السويتش ده اي في لان تخرج، يعني اي في لان تخرج 10 مثلا يقوم السويتش ده محولها مثلا ل 123، توصل السويتش ل 123 يقوم مطلعها على الاي سيرفيس بروفايدرز. طبعا ده برضو استخدام اخر يعني. طيب احنا تعالوا بس نشوف كده برضو نرجع لنفس السلايد. بالمناسبه على فكره ال كيو ان كيو او المعتمد على بروتوكول 802.1 مش دوت 1 كيو بقى دوت 1 اي دي دوت 1 اي دي. التاج دي اسمها غريب شويه، اسمها تونكا. تمام؟ تونكا يعني دي المثل التونكا هي التاج اللي بيتم ربطها بالانترنال في لان تاج، اوكي، اللي هي 456 دي مربوطه بال 123. اي ان من الاخر كده يعني السويتش ده لو السويتش ده مثلا لو استقبل حاجه تاج ده على 456 هيقوم مفرودها بره كده اوت، يشيل 456 ومفرودها كانها طالعه من معها تاج اللي هو ال 123. هنفهم الموضوع ده بصيغه مفصله اكتر في الايه الترنك لما نخش باذن الله في الترنك بصيغه تفصيليه. تعالوا نتكلم عن الفي تي بي. الفي تي بي اختصار لفيرتشوال ترانكينج بروتوكول، اسم غير على مسمى، يعني اسم مش على مسمى. ليه؟ لان بمنتهى البساطه ممكن يعني انا مثلا لو كنت مكان سيسكو ايه اللي عملت البروتوكول ده كنت اسميه مثلا في لان ريبليكيشن بروتوكول في ار بي مثلا VLAN replication protocol. يظهر الجزئيه تظهر جزئيه الفي تي بي والمميزات بتاعتها، رغم ان سيسكو هي رغم ان هي عملت البروتوكول ده يعني هي صاحبه البروتوكول ده، ولكن سيسكو لا تنصح باستخدامه. تعال الاول نتكلم عن كونسبت مهمه جدا، ان انا دلوقتي او سيتويشن مهمه، انا مثلا عندي في سايت مثلا عندي ثلاث سويتشات. طب بلاش ثلاث سويتشات، ممكن نقول خمس سويتشات، اوكي. لو انت عندك 50 VLAN
هل هتروح بقى انت عايز تكريت 50 فيلان، هتروح السويتش ده تكريت 50 فيلان، وبعد كده هنا تكريت 50 فيلان، هنا 50 فيلان، هنا 50 فيلان، هنا 50 فيلان. الاجابه لا، الفي دي بي كومز ان هاندي، يجي يفيدك في ملحوظه في جزئيه زي دي، اللي انت ممكن تسبورت تفعل خاصيه الفي دي بي، وهي اوريدي بي دي بي طبعا ليه كذا فيرجن هنتكلم عنه دلوقتي، بس الفي دي بي باي ديفولت لو كان فيرجن 1 خصوصا سبورتد او انيبلد على كل سويتش. انا بس باجي على السويتش ده، السويتش الكور مثلا، وبشغل الفي دي بي بحدد الدومين نيم، يوم اي فيلان بعملها اوكي بتكبر على كل السويتشات. يعني انا بكبر فيلان، بعمل فيلان 10 20 30 او فيلان 2 3 4 5 6 7 8 50 فيلان، يقوم انا بكريتها مره واحده بس وهي بتتكبر على باقي الاي السويتشات. طب ليه سيسكو مش بتريكومند ده؟ لان بمنتهى البساطه تحصل عندك حاله هي حصلت معايا شخصيا، حاله سيتويشن هي حصلت معايا انا شخصيا، ان انا جابولي سويتش تمام، السويتش ده كان بيتكريت عليه 500 فيلان، متكلت عليه 500 فيلان. بمنتهى البساطة انا جيت بتسرع رحت وصلت السويتش ده انا مفترض لا انا وصلته بالسويتش الكور، انا وصلته بالسويتش الكور تمام، فراح بمنتهى البساطة انا مثلا عندي 50 فيلان، فالسويتش ده راح مسح ال 50 فيلان، يعني بعت في تي بي ريف. ايه هو الريف؟ بمنتهى البساطة انا كل ما بكريت فيلان، يعني مثلا انا كريت فيلان 10 فيلان 20 اوكي، فالسويتش ده بيبعت في تي بي ريف ريفيجن، يعني ريف وادلها رقم، فالرقم مثلا 10 اوكي كلام جميل. لو انا السويتش ده مثلا استقبل، تعالوا نستفرد بالسويتش ده على جنب، اللي هو السويتش ده نستفرد بيه على جنب، لو جات له في تي بي ريف في تي بي ريف 20 وجات له في تي بي، طبعا انا كل ما بعمل تغيرات شلت فيلان حطيت فيلان شلت فيلان حطيت فيلان حطيت فيلان حطيت فيلان شلت فيلان، كل التغيرات دي كل تشينج من دول بيزود رقم الريف، فبرضه السويتش ده استقبل ريف اوكي ريف 20، قالت له حط فيلان 10 وفيلان 20 عندك تمام، وراح استقبل من ناحيه ثانيه في تي بي ريف ريف 30 يعني اكبر في القيمه، وقالت له حط عندك جدول او حط عندك فيلان 40 و50. السويتش ايه هيتصرف ازاي؟ السويتش هيدي الاولويه للفي تي بي ريف الاعلى تمام، وهيقوم ماسح كل الفيلانز، يعني هو استقبل مثلا ايه في تي بي ريف 20، هيقوم حاطط الفيلانز الموجوده في الفايل اللي هو فيلان دوت فيلان داتابيز، يعني في فايل كده على السويتش اللي هو فيلان داتابيز، ده بيكون موجود فيه الداتابيز بتاعت الفيلانز فيلان 10 20 30 وهكذا، فهيقوم ماسح الفيلان داتابيز بتاعته اللي عملها من من ريف 20، وهيقوم حاطط الداتابيز بتاعت الايه الريف الاحدث او الريف الاعلى في القيمه 40 و50. طب ده تعمل مشكله لو انا عندي مثلا السويتش ده فيه 500 فيلان وبعت في تي بي ريف، والفي تي بي ريف دي اعلى من السويتش الكور تمام، فبالتالي اما يروح للسويتش الكور، السويتش الكور هياخد كل الفيلانز الموجوده هنا وهيقوم باعت هنا وهيقوم باعت هنا وهيقوم باعت هنا وهيقوم باعت هنا، هوب تلاقي الفيلانز اللي انت كنت عاملها اتمسحت واتحطت مكانها الداتا بيز بتاعت الايه السويتش القديم اللي انت جبت او السويتش الجديد اللي انت جبته اللي متكلمت عليه بيلانز دي. لو انت مثلا شاري السويتش كان موجود في شركه والشركه دي كانت حاطه 500 بيلان، فانت بتلاقي كل البيلانز اللي كانت في الشركه القديمه في الشركه اللي كانت صاحبه السويتش ده هتلاقيها اتكبرت عندك على السويتشات. مصيبه مصيبه دي لو حصلت، ومشكله حصلت معايا تمام انا شخصيا تمام. فطبعا عشان كده سيسكو مش بتريكومند ان انت انيبل البروتوكول ده، او بتقول لك ان انت اشتغل على البروتوكول ده بعد ما تخلص الفي لانز وتظبط الدنيا عندك اقفل الفي تي بي. طب احنا عايزين نتكلم عن ان الفيرجنز بتاعت الفي تي بي، في فيرجن 1 في فيرجن 2 في فيرجن 3 تمام. فيرجن 1 كلاسيك كلاسيك قوي باي ديفولت 95% من سويتشات سيسكو باي ديفولت بتنزل على في تي بي 1 او في تي بي فيرجن 1. في تي بي فيرجن 20 نفس الكلام، يعني يعتبر شبيه ب فيرجن 1. فيرجن 3 افضل بكتير طبعا كسكيورتي، ممكن تحمل بقى باسورد على كل السويتشات الكلام ده كله. يعني انت مثلا ايه حطيت جبت كده سويتش انت عشان تخليه يخش بفي تي بي دومين، يعني بفي تي بي دومين اللي هو الاريا اللي انا حاطط فيها ايه كذا سويتش تمام. طيب ده كلام جميل، انا عايز ادخله في تي بي دومين، فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل الفي تي بي دومين دي ما فيش اي سويتش يخشها الا اما يدخل باسورد مثلا 123@cisco-capital-c-capital-isco-small اوكي. فانا بالتالي عشان عايز ادخل اي سويتش في الفي تي بي
دومين ويخش بقى في الايه في العائله او في الفاميلي بتاعت البي تي بي سويتشز، بحيث ان اي سويتش بقى اقدر اكبر احط عليه في لان يتكبر السويتشات الثانيه عشان يخش في المنظومه دي، لازم ادخل عليه باسورد في تي بي باسورد. ده طبعا ده لو فيرجن 3، فيرجن 3 طبعا عمل لي انهانسنج او انهانسمنت في السكيورتي. بس في مشكله في فيرجن 3، فيرجن 3 جميل جدا وستيبل قوي، ولكن المشكله ان اغلب البراند نيو اغلب السويتشات الجديده من سيسكو هي بس يعني السويتشات الجديده من سيسكو هي اللي بتسبورت فيرجن 3، لكن اغلب سويتشات سيسكو تمام مش بتسبورت فيرجن 3، اغلب سويتشات سيسكو مش بتسبورت الفيرجن 3 رغم انه اصدار سيسكو، ولكن باي ديفولت تلاقي سويتش على فيرجن 1 تمام، وممكن طبعا تعمل له ترقيه بروموشنز اللي هو اشتغل ك فيرجن 2. طيب كلام جميل. المودز بتاعت الفي تي بي في كذا مود، الفي تي بي الفي تي بي في مود السيرفر اوكي، في مود الكلاينت، في مود الترانسبيرنت ترانسبيرنت، وفي مود الاوف. طيب كلام جميل. انا دلوقتي لو عندي سويتش كور واهو كور وصلته بتو ديستريبيوشن، السويتش لو في تي بي المود بتاعته سيرفر فهو يقدر تكريت عليه فيلان اوكي، ويعني يقدر يغير يعني يبعت تشينجز ريف، ويقدر يستقبل ويقدر يباس ثرو، يعني يقدر يباس ثرو. يعني السويتش ده مثلا، انا السويتش ده مثلا ده سويتش 3 وده سويتش 2 وده سويتش 1، لو انا على سويتش 3 عملت فيلان اوكي فهيلعب في تي بي، فالفي تي بي السيرفر لو السويتش 1 ده سيرفر يقدر يباس ثرو يعدي الايه الفي تي بي ريف دي تروح لاس 2 من اس 3 الى اس 2، فهو يقدر يغير ويتغير ويعدي يغير يعني تكرر عليه فيلانز و يبعت في تي بي ريف للسويتشات اللي متوصل عليه تمام، شرط ان هم يكونوا داخلين معاك نفس البي تي بي دومين، او يتغير عليه، يتغير يعني ان انت ممكن تكريت على اس 3 فيلان ويبعت في تي بي ريف والسويتش 1 ده طالما هو سيرفر يقدر يستقبل التغير ده ويطبقه عنده. طيب يقدر يباس ثرو يعني يعدي يعني يعمل يعني يعدي الريف، يعني السويتش سيز بعت ريف الاس 1، اس 1 ممكن يفروده الى اس 2 وهكذا. الكلاينت يقدر يباس ثرو ويقدر يتغير عليه لكن ما يقدرش يغير. يعني لو اس 1 ده او لو اس 2 مثلا ده كلاينت اوكي، يعني افترض ان اس 1 ده سيرفر واس 2 ده كلاينت، ومثلا هفترض ان اس 3 ده ترانسبيرنت، فاس 2 ده لو كلاينت فلو انا عملت فيلان ما يقدرش ياثر على، ما يقدرش يلعب في تي بي ريف الى السويتشات اس 1 واس 3 ما يقدرش، لكن لو انا جيت عملت فيلان على اس 1 اقدر يقدر الكلاينت يستقبل، يعني يقدر ايه يستقبل تغيراته ويطبقها عنده، ويقدر برضه باس ثرو. لو مثلا انا حطيت هنا سويتش مثلا وعملت هنا وده مثلا مود سيرفر وانا جيت عملت عليه فيلان، يقدر الكلاينت ده يباس ثرو الريف الى سويتش 1 ويروح الى سويتش 3. طيب الترانسبيرنت عامل زي المرايه، بصوا بقى الترانسبيرنت ما يقدرش يتغير وما يقدرش يغير، يعني ما يقدرش يعني ما يغير يعني ما يقدرش يعمل تغيير زي الكلاينت كده، وما يستقبلش تغييرات، ما يقدرش يعمل تغيير وكذلك ما يستقبلش تغييرات، ولكن يباس ثرو يعني اس 3 ده لو واصل مثلا بي اس 4 تمام كده، لو اس 4 عمل تشينج اس 3 ما يستقبلها ولكن ما يطبقش التشينج، يعديها بس. وبرده اس 3 لو انا جيت على اس 3 عملت تشينج ما يطلعهاش لهنا ولا لهنا تمام، ده الايه المودز ممكن اخليه اوف بقى اوف، انا قفلت الفي تي بي خالص تمام. سيسكو بتريكومند ان انت تعمل الاتي، وانا برضو بريكومند يو ان انت الكور يعني اختار لك سويتش هو ده اللي تعمل منه الايه الكونفيجريشن بتاعت البيلانز، بحيث اللي يكبر البيت السويتشات خليه على مود السيرفر وكل السويتشات على مود الكلاينت اوكي. بعد ما تخلص خالص اقفل الفي تي بي، بعد ما تخلص خالص اقفل الفي تي بي، او خلي الكور سيرفر زي ما هو وباقي السويتشات الكلاينت تحولها لترانسبيرنت. يعني عندي كده ليك اقتراحين، اما انك تقفل الفي تي بي خالص بالاوف، تحط كله كده في تي بي مود اوف، او انك ممكن تعمل تخلي السويتش الكور زي ما هو سيرفر والباقي بدل ما تحوله بدل ما يكون كلاينت تحوله الى ايه ترانسبيرنت. في بقى حاجه برضو في الفي تي بي اسمها الفي تي بي بروننج، الفي تي بي بروننج اوكي. ايه هو الفي تي بي بروننج؟ الفي تي بي بروننج لو انا مثلا سويتش ده مثلا واصل بسويتش ده كده وده سويتش ده واصل بسويتش ده كده تمام، بفرض ان انا عندي فيلان 10 اوكي، فيلان 10 هنا وفيلان 10 يعني فيلان 10 فيلان 10 هنا وفيلان 10 على السويتش ده وفيلان 10 على السويتش ده
ده مثلا سويتش 3 اس 2 وده اس 1. اوكي لو انا عندي جهاز بعت متصل على فيلان 10 وبعت برودكاست، مثلا لو انا عندي على السيرفر ده، انا اسف على السويتش ده برضو جهاز برضو متصل على فيلان 10 تمام، افرض انا عندي السويتش ده اصلا مش موصله على فيلان 10، يعني ما فيهوش اصلا اي بي سي متوصل على فيلان 10، المشكله ان انا البرودكاست هتروح بعت برودكاست من البي سي ده هتروح للترانك وبعد كده تطلع فيلان 10 هنا وبعد كده تروح للترانك، فمش هتقع مش هتطلع لاي بورت، انت ملا ديسكارد. طيب كلام جميل. انا الفي دي بي بروننج القصه بتاعته ان انا ممكن اعمل او بيسموها برضه في لان بروننج، ان انا طالما انا ما عنديش بورتس هنا متصل على فيلان 10 اسايند على فيلان 10، فانا السويتش ده بيبعت للسويتش ده بيقول له برون على فيلان 10، يعني يا سويتش تو اي برودكاست تجي لك على فيلان 10 اي داتا تجي لك على فيلان 10 ما تبعتها ليش، لان انا ما عنديش جهاز اصلا كونكتد على ايه على فيلان 10. طيب اتمنى يكون الايه الكونسبت ده اتفهم. تعالوا نبص بقى ايه الباقي. الترانك الترانك يا شباب بقى ايه اللي هو اللينك الاب لينك اللي رايح ما بين ايه سويتش وسويتش، بيكون ليه طبعا ممكن يشتغل على كذا بروتوكول، اما الاي اس ام انتر سويتشنج لينك او انتر سويتش لينك على ما اعتقد، ده سيسكو بروبرايتوري قليل الاستخدام rarely used يعني ما يستخدمش كتير. ال 802.1Q ده IEEE standard flavor commonly used، اغلب السويتشات بتشتغل باي ديفولت على 802.1Q. السويتشات سيسكو ممكن تشغل على ISL او 802.1Q. التاج خلي بالكم بقى ان هنا بتحصل جزئيات مهمه جدا بقى ايه عايزين نشرحها. السيناريو بقى بيمشي ازاي. لو انا عندي يعني سويتش هنا متوصل ب بي سي متوصل على فيلان 10 وده ترانك اب لينك متوصل بالسويتش الثاني وده مثلا سويتش فيلان 10 اوكي، وهحط برده هنا او جهاز فيلان 10 وبعدين احط جهاز برده هنا فيلان 20 وبرده هنا جهاز في فيلان 20. طيب لو جهاز بي او البي سي اللي عايز الفيلان 10 هيروح للجهاز الفيلان 10، خلي بالكم ان السويتش بيكون الفيلان داتابيس بتاعته بيكون متحدد عليها كده فيلان والبورت، يعني مثلا انا عندي ده بورت 1 ده بورت 2 تمام ده بورت 3 ده بورت 3 برضو ده بورت 1 ده بورت 2 اوكي، فالفيلان داتابيز مثلا ده سويتش 1 ده سويتش 2 لسويتش 1 فيلان 10 توصلها على بورت 1 فيلان 20 توصلها على بورت 2. طيب الفيلان داتابيز بتاعت سويتش فيلان داتابيز بتاع سويتش 2 برضو هنا فيلان وهنا بورت اوكي فيلان 10 هنا فيلان 20 هنا 1 2. طيب لو الجهاز ده عايز يروح للجهاز ده بيقوم باعت الداتا بتاعته untagged يعني بيبعت الداتا بتاعته مش موجود عليها رقم الفيلان، لان البي سيز مش بتفهم لغه الفيلانز اوكي، يجي اول ما يطلع قبل ما الداتا تطلع من الترانك يقوم مطلع كده الداتا يقول ايه ده هو الداتا دي جت من بورت كام، جت من بورت 1 يعني دي جايه من فيلان 10، يقوم الترانك حاطط هيدر عليها ان هي جايه من فيلان 10 وبعدين يبعتها للترانك الثاني، الترانك على الناحيه الثانيه انا سويتش 2، يقوم سويتش 2 برده قاري الترانك برضو الترانك هيدر تمام ويقوم شايله عشان عمل سبليتنج كده شايل يشيل الهيدر وبعدين يبص هو فيلان 10 ده متوصل على كام بورت 1، طيب اوكي يقوم موصل الداتا دي على بورت 1 بفرض ان هي مثلا برودكاست، يعني هيبعت بقى ايه الداتا دي برودكاست على كل البورتس الاسايند على فيلان 10. طيب ده كلام جميل، ده الميكانيزم بتاع شغل الايه الترانك اللي عشان كده بيسمى برضو ليه اسم تاني اللي هو التاجد بورت التاجد بورت. طيب ده كلام جميل جدا. مفهوم تاني عايزين نتكلم بيه بالترانك كده الهيدرز بتاعت الايه الترانك ده قبل نايف الهيدرز بتاعت الترانك ال 802.1Q التاج بتاعها هي اوريدي عباره عن 4 بايتس تمام اوكي. لاحظ هنا انا عايزك تهتم قوي ان انت عندك هنا 12 بت للفيلان اي دي، هي 2 اس 12 بكام؟
بيديني 4096، يعني بيتراوح عندي من اول زيرو، يعني انت تقدر تكريت لان او الفي لانز من اول زيرو لحد 4095. خلي بالك الريزيرف في لانز، يعني الفي لانز اللي انت ما تقدرش تكريتها هي في لان 0 وفي لان 1 وفي لان، طبعا في لان 1 باي ديفولت اصلا من الكريتها في لان 0 في لان 1 وفي لان 4095. البرايورتي، البرايورتي هنا ده الكلاس اوف سيرفيس او بيسمى هنا الكلاس اوف سيرفيس، ده طبعا اتكلمنا عنه الاول عباره عن 8 ليفلز يحدد البرايورتي بتاعت الفي لان. ممكن تدي برايورتي الفي لان بتاعت البويس عن البرايورتي بتاعت الداتا، الفي لان بتوصلها على داتا. التاج بروتوكول اي دي، التاج بروتوكول اي دي هنا بيحدد البروتوكول المستخدم بالترانكينج هنا ايه 802.1 كيو. الاو اكس دي بتعبر عن ان اللي مكتوب ال 8100 دي مكتوبه هيكسا ديسيمال، مكتوبه هيكسا ديسيمال، ال 8100 دي هيكسا ديسيمال بتعبر عن 802.1 كيو. خلي بالكم ان دي بتعبر عن 802.1 كيو. الايس ال بقى، الايس ال يعني انت عندك هنا التاج بتاعت 802.1 كيو 4 بايتس، طب التاج بتاعت الايس ال كام؟ 30 بايت. اوكي 30 بايت. فطبعا الاي اس ال بيعمل مشاكل جدا في الجامبو جاينتس، او ان الجاينتس اللي احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت، ان انا دلوقتي عندي سويتش مثلا واصل بسويتش، فالجاينتس اللي هي الفريم اللي بتوفر سايز، يعني بتوفر سايز الحجم بتاعها بيبقى اكبر من المقرر او اكبر من المسموح طبعا، لان طبعا الاي اس ال بيزود حجم الفريم بشكل كبير، يعني بيضيف 30 بايت، لكن انت عندك 802.1 كيو 4 بايت. طبعا الاي اس ال مش ليه مشاكل كتير جدا طبعا في الجامبو فريمز، او بيسموها التشايلد، او بيسموها كده البيبي البيبي جاينت فريمز، بيبي جاينت فريمز. طيب ده ذاتس اول اباوت كده الايه ال 802.1 كيو تاجنج والاي اس ال. النيتيف في لان، النيتيف في لان تعالوا سيبكوا بقى ايه من التوبولوجي دي، في توبولوجي احسن. لو انا مثلا عندي سويتش كده تمام، وهنا ده عندي سويتش، وده مثلا جهاز هنا في لان 10، في هنا برضو جهاز هنا في لان 20، وانا عندي هنا برضو جهاز سي في لان 10، وده برضو هنا عندي جهاز سي في لان 20. طيب كلام جميل، انا رحت وصلت كده هاب بسويتش، ده سويتش 2 ده سويتش 1. طبعا اللينكات، اللينك ده ايه ترانك، يعني ده ترانك اوكي، ترانك اللي بيشيل اكتر من في لان، وده ترانك. طيب لو انا وصلت بي سي هنا على السويتش على الهاب هنا، وجي بعد داتا هنا او هنا تمام، هي طبعا طبعا ال hub is considered as all collision domain، يعني ياخد داتا ويطلعها broadcast من هنا ومن هنا. الفكرة بقى الداتا هتخش هنا، دي untagged untagged تمام، يعني هيبعت داتا مش، يعني خلي بالكو ان الترانك لو بفرض الترانك هو لينك ما بين نقطتين، المفترض الترانك اما يستقبل داتا يكون شايف الداتا وعليها ايه وجنبها الفيلان اي دي بتاعتها، يعني دي جايه فيلان كام، فيلان 10 مثلا تمام. لكن هنا الترانك ده هيستقبل وده هيستقبل، بس الداتا انتاجد. النيتف فيلان هو الكونسبت اللي انا بقول بيه للترانك، ان في حاله ان انت لو استقبلت داتا انتاجد حط عليها تاج، حط عليها تاج مثلا فيلان 10 او 20 او 30 او ايا كان. طب انا هعمل القصه دي اولا اعملها ازاي، ده هنشوفها في العملي. اوكي سهله جدا، انت تكتب سويتش بورت ترانك نيتف وتكتب رقم الايه الفيلان، ولكن استخداماتها يعني ايه الواقع اللي انا بلاقي فيه حته النيتف فيلان. بمنتهى البساطه تعالوا نتكلم عن توبولوجي كده، ان انا الاي بي فون يا جماعه بيكون فيه تو بورتس ار جي، تو بورتس ار جي تمام كده، ار جي 45، في بورت بيكون بيروح على السويتش وبورت بيطلع من الاي بي فون بيروح على جهاز الكمبيوتر. فلو انا عايز احط جهاز الكمبيوتر ده مثلا في فيلان 20 والفويس ده او الاي بي فون عايز احطه في فيلان 10، الاي بي فون بيجي طبعا البورت ده هيكون ايه ترانك، فالاي بي فون لما يحب يبعت طبعا ترانك ليه لما بيشيل اكتر كده هيعدي عليه اللينك ده هيستلم او هيعدي فيه اكتر من فيلان، فيلان 10 20، الاي بي فون بيفهم لغه الفيلانز، فما يجي يبعت داتا الترانك، الترانك هيفهم اوكي لان الاي فون بيفهم لغه الفي لانز، فالاي فون اصلا هيبعت الداتا تاج، يعني هيبعت تحط الداتا كده تمام، والترانك هيستقبل وهيبعت له بقى هيحط هنا فيلان 10، والترانك هيقرا التاج بتاعتها خلاص الدنيا ايه تمام التمام. الفكره ان البي سي ده، البي سي ده ما بيفهمش اصلا لغه ايه، ما بيفهمش لغه في لانز، البي سي مش بيكير على الفي لان، مش بيعرفش لغه التاجنج اوكي، فهيبعت الداتا
طب هنا هتروح الداتا للايه؟ للترانك. الترانك بقى هيشوف الداتا ايه؟ هيشوف الداتا او تاجز، تمام؟ فهيقوم حاطط عليها التاج بتاعتها. انا ممكن اروح للترانك هنا اقول له النيتيف فيلان بتاعتك 20، تمام؟ هيقوم الترانك حاطط فيلان 20، هيحط هنا تاج. الترانك هو اللي هيحط التاج، اوكي؟ طيب ده كلام جميل جدا. فده الفكره بتاعت الايه؟ النيتيف فيلان. استخدام اخر، استخدام اخر، لو انا عندي سويتش، تمام؟ وعندي هنا سويتش وانا عايز التلنت، اعمل تلنت من سويتش 1 مثلا على سويتش 2، اوكي؟ طب انا هتلنت يعني ده ترانك اهو، هخش هنا على الترانك ده. طب الداتا تتبات برضو انتاجد، الداتا هتتبات ايه؟ انتاجد، يعني انا هتلنت هروح للسويتش ده. طب السويتش ده يستقبل داتا مش هيلاقي عليها التاجنج بتاعها، فيقوم السويتش بقى انا لو انا عملت كومبجريشن الناتيف فيلان اقول مثلا سويتش 2 لو استقبلت داتا انتاجد احط عليها مثلا فيلان 1، يعني كان الداتا دي جايه لك من فيلان 1، اوكي؟ طب وكذلك في الاس اس اتش، كذلك في السي سي دي، السي دي بي سيسكو ديسكفري بروتوكول، ان الداتا برضو اللي بتتبعت السي دي بي اللي بتتبعت المفترض كل 60 ثانيه برضو بتكون انتاجد، تمام؟ برضو انا محتاج اكونفيجر السويتش بحيث ان انا اظبط النيتيف فيلان بتاعتي على فيلان 1. باي ديفولت النيتيف فيلان على اي بورت ترانك بيكون فيلان 1، بس انت ممكن تغيره، انت ممكن تغيره بامر اللي هو سويتش بورت ترانك نيتيف 20 30 اي كان الرقم، ايا كان رقم الفيلان. طبعا دي القصه بتاعت الفيلان، واحترس احترس احترس من الميس ماتش بتاعت النيتيف فيلانز. تعالوا نتكلم عن السيناريو ده. لو انا مثلا عندي سويتش هنا ده جهاز فيلان 20، تمام؟ وده عندي بي سي هنا فيلان 20، اوكي؟ وده هنا هنا الجهاز ده مثلا فيلان 10. انا بفرض ان انا يعني ايه بمنتهى البساطه خليت النيتف فيلان على النيتف فيلان على الترانك ده 20 وهنا 10، اوكي؟ على هنا 20 وهنا 10. طيب الجهاز ده بيجي مع الداتا، الترانك هيقول ايه؟ الترانك هيقول الله انت الفريم دي، يعني الترانك اما يجي يعني انا دلوقتي بعت الترانك، الترانك هيقول هيحط التاج بتاعه، يقول دي داتا اون تاج، ده يقوم حاطط التاج بتاعت الفيلان 20 على ايه؟ الداتا، تمام كده؟ طيب يعني انا الترانك هيفهم حاله ان انا دلوقتي عندي الداتا دي طالعه من فيلان 20 لان انا عملت كونفجريشن الناتيف. لو جات لك يا ترانك اي داتا ناتيف حط ست فيلان 20 على الناتيف دي. طيب اما يجي يوصل لفيلان 10، يجي يوصل هنا للترانك، هنا الترانك هنا متظبط على فيلان 10، تمام؟ النيتف فيلان فيلان 10، تمام؟ طيب هيبص على الداتا وهيقوم شايل عمل ستريبنج للداتا هنا وهيقوم لازق بيها اللي هي الفيلان 10، اوكي؟ ويقوم مفرود الايه؟ الداتا على الجهاز اللي او الجهاز لو فرض ان انا بعت برودكاست مثلا، برودكاست هتطلع لكل الاجهزه اللي فيلان 10 بدل ما تطلع للاجهزه اللي فيلان 20. فده برضو خلي بالك لو انت هتعمل نيتف، النيتف عشان تتاكد انه هيعدي، تمام؟ لازم تست التو بورتس الترانك دول ماتشنج، يعني هنا فيلان 10 هنا فيلان 10، فيلان 20 هنا فيلان 20. طيب خلي بالك ان ما ينفعش اكتر من ناتيف على الترانك، ما ينفعش اكتر من ناتيف، هو 1 ناتيف فيلان بس. طيب ده الناتيف فيلان. وصلنا لللابس، اللابات بقى. هو طبعا انت عندنا هنا خمس لابات. اللاب ده يا جماعه انا طالب منك من الاخر كده ان انت تعمل الترانك كونفيجريشن الترانك على الثلاث سويتشات اللي في سايت 3، ده سايت 1 ده سايت 2 ده سايت 3، مفترض ده سايت 4، ده سايت 4، تمام كده؟ طيب ده كلام جميل. انا طالب منك هنا بس فقط في لاب رقم 31 تقريبا، ده لاب 31 31، ان انت ست الترانك بورتس اللي ما بين السويتشات. طيب يعني حتى اتاكد كده، كونفيجر ترانك بورتس بتوين سويتشز اون سايت 3 وذ دوت 1 كيو بروتوكول، حدد لك اللي انت عايز 802.1 كيو. طيب كلام جميل. اللاب 32 بيقول لك كونفيجر في تي بي فيرجن 3 اون سويتشز بتوين سويتشز اون سايت 3، يعني سويتشات اللي في سايت 3 اعمل عليها في تي بي فيرجن 3، كونفيجر فيلانز اون سويتش اون سويتشز اون سايت 3، حط بقى الفيلانز بتاعتك على السويتشات اللي في سايت 3 واس في اي ادي اعمل انترفيس فيلان لكل فيلان في السايت 3. هو انا عندي في السايت 3 كام فيلان؟ عندي فيلان 10 وفيلان 20 اهو، يعني انا هنا عندي خلي بالكوا هنا انا عندي هنا فيلان 10، اوكي؟ طبعا هي بس هنا مبكسله شويه، انا عندي هنا فيلان 10 وفيلان 20،
هعمل انترفيس في لان 10 في لان 20 هنا انترفيس في لان 10 في لان 20 انترفيس في لان 10 في لان 20 ده على السويتش الثلاث سويتشات دول تمام. اللاب رقم 33 انا بقول لك اعمل سب انترفيسز او ار او ار او اس اعمل راوتنج اون ستيك يعني الفاست ايثرنت 0 ل 0.10 فاست ايثرنت 0 ل 0.20 ده اللاب رقم 33 ده كله انا طالبه منك. طيب اللاب رقم 34 انا طالب ان انت تعمل الاتي تعمل الاتي اول حاجه تكونفيجر الدي اتش سي بي سيرفر ده راوتر اي او اس عادي جدا اوكي بس انا هشغله كدي اتش سي بي سيرفر وهشغله كدي اتش سي بي سيرفر انا حاطه طبعا في لان هنا سلاش 30 فمثلا الراوتر هنا ياخد دوت 1 وده ياخد دوت 2 الدي اتش سي بي سيرفر. الفكره بقى ان انا عايز الدي اتش سي بي سيرفر ده يغذي كل الفيلانز الموجوده يعني انت عندك سايت 2 وعندك هنا سايت ايه سايت 1 اوكي فانا هخلي الدي اتش سي بي سيرفر يغذي كل الفيلانز دي يغذي سايت 2 يغذي سايت 1 يعني انا عندي هنا خلي بالك هنا 4 فيلان وسايت 1 فيه 4 فيلان اوشت اها وسايت 3 2 فيلان فانا في لاب 34 اعمل كونفيجريشن بتاعت الدي اتش سي بي تمام كده ظبطه تمام وكذلك حاجه اعمل فريم ريلي اعمل كونفيجريشن الفريم ريلي ما بين راوتر 1 راوتر 2 راوتر 4 راوتر 3 تمام واعمل جي ار اي بلس دي ام في بي ان انا ببدا براجع معاك كونسبتس الراوتنج اعمل جي ار اي تونلنج ما بين الاربع راوترات دول كونفيجريشن للدايناميك مالتي بوينت في بي ان خلي راوتر 1 ده مثلا يوبريتس از هاب وراوتر 2 4 و 3 از سبوكس بري سبوكس تمام ودي الانترفيس بتاعت التونلز دي او النتورك اي بي بتاعت التونل او بتاعت الدايناميك مالتي بوينت في بي ان نتورك اوكي كلام جميل. طالب منك ايه تاني؟ انا طالب بال 34 تعمل دي اتش سي بي وطالب ان انت تعمل كونفيجريشن دايناميك مالتي بوينت في بي ان ما بين الاربع راوترات دول وعايزك بقى راوتر 3 انا عايزك بقى تعمل كونفيجريشن خلي بالك الراوتنج هنا كالاتي انا الراوتنج في السايت اللي جوه ده لو ده تمام ده يا جربيه طوله سيستم 230 طيب الراوتر 3 هيعلن في اتجاه النتورك دي هيعلن في اتجاه النتورك دي وهيعلن كذلك في وهيعلن برضو عن التو نتوركس او التو فيلانز تمام. طيب كلام جميل تعالى على سايت 1 او تعالى على سايت اوش تعالى على سايت سايت 2 سايت 2 انا عندي برضو 4 فيلان بس خلي بالك انا السويتش 9 هو اللي هيوبريت از ا ديفولت جيت واي فور الاربع فيلان دول تمام وبعدين هفتح وان كونكشن ما بين سويتش 9 وسويتش ار 2 بحيث ان يعني انا كاني حولت كده سويتش 9 ده حولته كراوتر هيشتغل على الفيلانز اللي جوه هيكون الديفولت جيت واي بتاعتها وهيعلن عن الفيلانز دي لار 2 ببروتوكول ايه ببروتوكول الريب فيرجن 2 وبعدين انا عايز اخلي ار 2 يعرف النتوركس بتاعته الى ار 1 وبرده الى ار 3 وكذلك الى ار 4 فده ده ريب وده ايه جوه اي اجر بي يعني هعمل ريديستريبيوشن من الريب للاي اجر بي ومن الاي اجر بي لل من الريب للاي اجر بي ومن الاي اجر بي الى الريب كذلك نفس الامر هنا بقى بصوا انا عندي هنا خلقت بقى هنا لاير 3 ما بين ار 1 وسويتش 1 وسويتش 3 كل البلوك ده كله لاير 3 تمام ومن تحت لاير 2 اوكي فانا هخلي سويتش 2 يكون ديفولت جيت واي على فيلان 10 و40 وسويتش 4 هيكون ديفولت جيت واي على فيلان 30 وفيلان 20 تمام. طب ده كلام جميل جدا وطبعا هعمل كومبيجيشن راوتنج او اس بي اف اريا 0 وهعمل ديستريبيوشن ريديستريبيوشن او اس بي اف للاي جي بي والاي جي بي الاو اس بي اف خلي بالك الاي اي جي ار بي مش نازل على الفريم ريلي كونكشن اللي هي السبنت بتاعتها 197.44.20.8/29 لا ده الاي جي بي هيتفعل على الدايناميك مالتي بوينت في بي ان نتورك اوكي يعني انا هعمل نتورك الاي جي بي هعمل نتورك 172.16.20.0007 اللي هو الواتر ماسك بتاع سلاش 29 مش هعمل نتورك على 107 سطر النتورك 197.44.20.8/29 يعني اتمنى انكم تكونوا فهمتوا قصدي ايه هو ده قصدي تمام. طيب ده كلام جميل فانا هنا خلي بالكم اللاب ده هنطبق فيه افكار كتير جدا. طب في فكره كمان الدي اتش بي ده هيغذي كل الايه كل الفيلانز فانا طبعا احتاج اعمل دي اتش سي بي ريلي على كل سويتش يعني على السويتش ده مثلا تحت الانترفيس فيلان 10 20 30 40 اي بي هيلبر ادرس وادخل الاي بي بتاع دي اتش سي بي سيرفر بس في هنا في قصه خلي بالك انا الدي اتش سي بي سيرفر ده انا عامل عليه ستاتيك نيكت يعني ايه
انا هكتب مثلا على الراوتر 3 هكتب اي بي هيلبر ادرس هيلبر. الهيلبر بقى هيكون على ايه؟ هيكون على 172.16.2.4 ده اللي هو الاي بي بتاع راوتر 4 على الدايناميك مالتي بوينت في بي ان. فبالتالي الدي اتش بي اللي بيشتغل على ايه؟ ان الجهاز لو عايز بيبعت باك الدي اتش بي ديسكفر برودكاست. الجهاز اما يجي يطلب دي اتش بي ديسكفر يبعت باك الدي اتش بي ديسكفر بتطلع من سورس بورت 68 وتروح لديستنيشن بورت 67. اوكي كلام جميل. الراوتر هيقوم واخد الداتا البرودكاست دي وهيعملها كانها يونيكاست. يعني الراوتر هيطلع الداتا هيعديها بس وهي كانها خارجه منين؟ من الراوتر، من الاي بي بتاع الراوتر اللي هو 172.16.2.3 ده ار 3. فانا طبعا انا مدي الاي بي هنا الزيرو دي كانها مكانها اكس والاكس دي رقم كل راوتر، فهنا واخد 172.16.2.3 ار 4 ار 4 وهكذا. المهم ار 3 هيطلع الباكت هذا يونيكاست، يعني جاي من سورس اي بي 172.16.2.3 ويروح لدوت 4 اللي هو ايه؟ عند راوتر 4. انا عند راوتر 4 يعني خلي بالك هيروح لراوتر 4 على الاي بي بتاعه اللي هو 172.16.2.4 على ديستنيشن بورت 67. انا بقى قلت الراوتر 4 او احنا هنخلي راوتر 4 نعمل الستاتيك نت، هقول راوتر 4 لو جات لك باكت على 172.16.2.4 على ديستنيشن بورت او على يو دي بي بورت، لان دي اس بي يو دي بي بيزد اون يو دي بي، على يو دي بي بورت 67 حوله الى 172.16.1.2 اللي هو الاي بي بتاع دي اس بي سيرفر. فبالتالي انا عملت سكيورتي، زودت عنصر السكيورتي عندي في دي اس بي سيرفر ان انا ما بيطلعش بره للاجهزه كلها بالاي بي بتاعه. اوكي فدي دي كل الكونفيجريشن اللي احنا مطالبين ان احنا نعملها في اللاب ده، مقسمه بقى على ايه؟ اربع خمس مراحل او خمسه كونفيجريشن او خمس لابات. بس نظبط الايه الدنيا بتاعتنا هنا. تمام اها كلام جميل جدا. تعالوا بقى ايه نبدا من لاب 31 اللي هو اول لاب ده. عندي بقى ايه الثلاث سويتشات 16 18 17. تعالوا بقى ايه نكشف الانترفيسز 0 ل 0. نخش بقى نفتح ايه سويتش 16 و في مشكله هنا. طيب اوكي نو بروبلم تمام. اهلا بيكم كده مره تانية. عملت بوز بس للفيديو ريفرش كده للايه للبروجكت. اها تمام ده سويتش 16. طيب انيبل كونفتي. الاول بس هعمل كده لاين كون زيرو لوجن لوجن سينكرونس عشان بس رسائل السيس لوج مسج ما تدخلش عادي مع الاوامر اللي انا بدخلها. اوكي نخش بقى على انترفيس رينج ايثرنت 0 ل 0 الى 2 الى 2 تمام. ليه؟ لان انا البورت اللي رايح من السويتش الى الراوتر 0 ل 0 ده برده هيكون ترانك، 0 ل 1 هيكون ترانك، 0 ل 2 برده هيكون ترانك، فانا جمعتهم كلهم برنج. اوكي او ممكن اكتب انترفيس رينج ايثرنت 0 ل 0 سبيس كولوم سبيس كولوم كاما سبيس ايثرنت 0 سلاش 1 سبيس ايثرنت 0 سلاش 2 الاثنين يساوي بعض تمام. او ممكن لو انا عايز اجيب رينج مثلا ايه رينج ايثرنت 0 سلاش 0 الى 2 وبعدين ايثرنت 0 ان 1 سلاش 0 الى 3 مثلا كدوس انتر. اوكي يعني انا كده جمعت الموديول اللي هو بتاع 1 سلاش 0 1 سلاش 0 1 سلاش 1 1 سلاش 3 و 0 سلاش 0 0 سلاش 1 0 سلاش 2. اوكي فده طبعا كده شويه هنتات في رينج شويه هنتس في الرينج بتاعت البورتس الى 2. اوكي سويتش بورت ترانك شفت علامه استفهام يقول لي ترانك ايه اللاود ولا انكابسوليشن ولا نيتف ولا بروننج تمام. طب انا عايز اخليه بالمناسبه يا جماعه البروننج الفي لان بروننج او بعض زي برضو في بعض الكتب بتسميه الفي تي بي بروننج. الفي لان بروننج ما يتعملش الا من ال VTP سيرفر مود السيرفر. اوكي يعني من الاخر كده عشان سويتش يروح للسويتش ويقول له بص اعمل برون فيلان معينه تمام. لازم السويتش اللي هيبعت الريبورت السويتش اللي فوقه ويقول له يا سويتش يا اللي فوقيه ما تبعتليش اي حاجه مثلا بين 10 ان انا ما عنديش بين 10. لازم السويتش يكون اللي هيبعت الريبورت ده لازم يكون VTP مود سيرفر. اوكي سويتش بورت بي ترانك انكابسوليشن وايه بقى دوت 1 كيو اي اس ال نيجوشييت تمام. بس قبل ما اعمل الكلام ده كله لو جيت عملت دو شو
switch port ethernet 0/0 اوكي دو شو. طب تعالوا نرجع كده لبرا اهو شو switch port switch interface اوكي ethernet 0/0 switch port switch port. خلي بالكم بقى الانترفيس باي ديفولت اي انترفيس يا جماعه ليه مود اما يكون ترانك او اكسس او دايناميك. ده دايناميك اهو السويتش ده او البورت ده دايناميك ديزايربل ديزايرز تو بي ا ترانك يعني بيميل اللي هو انه يكون ترانك يعني ممكن يشتغل دايناميك ده بيقول لك انه ممكن يشتغل كاكسس او كترانك. الاوبريشنال مود ستاتيك اكسس هو دلوقتي حاليا شغال ستاتيك اكسس اوكي static access. طيب administrative trunking encapsulation هو دلوقتي الانكابسوليشن بتاعته ايه negotiate تمام. لو الترانك بورت الترانك يا جماعه معمول على الدايناميك ديزايربل ده كده انا كده ما شغلتش الاي اس ال ولا دوت 1 كيو انا ما حددتش انا كده يعتبر شغال بالدي تي بي. دي تي بي اللي هو دايناميك ترانكينج بروتوكول انا ما حددتش البروتوكول بتاعي ايه اوكي. طب ده كلام جميل حتى كده the negotiation of trunking is on. طيب انا عايز بقى ايه طب لو جيت عملت مثلا على 0/1 اوكي هنا بقى قلب الاوبريشنال مود ترانك يعني هو دلوقتي شغال كترانك ولكن هو administrative مود يعني هو configured as a dynamic desirable. طبعا خلي بالكم انا ما دخلتش حاجه على السويتش لحد دلوقتي ده هو باي ديفولت بيكون dynamic desirable او ات في سويتشات تانية تلاقيها dynamic auto تمام. طب ده كلام جميل اشمعنى ده ترانك واللي فات كان static access. static access يعني access كانه داخل على هو هنا السويتش اذا نزل لزيرو مش متوصل ما عملش sensation مع الراوتر يعني ما عملش ايه ما اكتشفش هنا ان في راوتر. لو جيت عملت دو شو سي دي بي نيبر مش هيقول لك ان في راوتر هنا متصل لان الراوتر انا عامله باراف اوكي فهو هنا اعتبره هنا ستاتيك اكسس اعتبره بورت هنا ستاتيك اكسس تمام. البورتس ايثرنت 0/1 البورت ايثرنت 0/1 كذلك ايثرنت 0/2 ده متصل على سويتشز فاعتبرها هنا ترانك. خلي بالك حصل نيجوشيشن واعتبر ان هو ترانك وخلي بالك استقر ان هم يشتغلوا بالاي اس ال. طيب الافضل اللي انا عايز ايثرنت زيرو رينج برضو اللي انا عايز اخليهم يشتغلوا كدوت 1 كيو سويتش بورت ترانك انكابسوليشن ها انكابسوليشن دوت 1 كيو ولا اي اس ال ولا نيجوشييت. نيجوشييت يعني انت ما تحددش اي اس ال او دوت 1 كيو ما تحددش تمام كده لا انا عايز اخليهم دوت 1 كيو تمام ما حددتش هنا نيجوشييت ليه لان بمنتهى البساطه نيجوشييت يعني انا مش هحدد نفسي دوت 1 كيو او اي اس ال انا هحدد نفسي بناء على اللي قدامي. لو اللي قدامي دوت 1 كيو هخلي نفسي دوت 1 كيو لو اي اس ال هخلي نفسي اي اس ال. طيب دوت 1 كيو وبعد كده سويتش بورت مود برضو هل اكسس ولا دوت 1 كيو تونل ولا برايفت في لان ولا ترانك انا عايز اخليه ترانك ادوس انتر. كلام جميل جدا. طيب هروح على دلوقتي هو خلاص حوله كده ايه المفترض كده الادمنستريتيف مود يكون ايه ترانك. لو جيت عملت شو انترفيس لا شو انترفيس ايثرنت 0/0 اوكي لا سويتش بورت سويتش بورت سويتش بورت المفترض اهو administrative mode trunk كان المره كان فوق dynamic desirable اوكي trunk هنا دوت 1 كيو تمام. negotiation of trunking is on تمام is on انا مش عايزه بقى يبعت يستقبل اصلا negotiation ولا يبعت negotiation فانا هعمل ايه بقى interface ethernet برده range لا ده على برده ethernet 0/0 0/2 0/1 تمام no switch port trunking negotiation no switch port trunk تمام no switch port mode trunk هو المفترض يكون موجود هنا هو تقريبا هو switch port none switch port دي مش مكتوبة هنا المفترض ان انا عايز اقفل نيجوشيشن مفترض يعني هعمل سويتش بورت نون نيجوشييت او تعالوا نجرب كده اعمل نو سويتش بورت ترانك انكابسوليشن نيجوشييت مفيش اوكي نو بروبلم نو بروبلم ممكن تكون مش موجوده هنا في الاي او يو اوكي طيب يلا نكمل هروح على
يعني مش مشكله ان انا لو ما قفلتش النيجوشيشن يعني تمام اروح على السويتش 17. لو انا جيت عملت في السويتش 17 شو انترفيس انترفيس ايثرنت ايثرنت 0/0 سويتش 17 وصل على هنا ايثرنت 0/0 وصل على سويتش 16 بايثرنت 0/0 0/0 سويتش بورت. اوكي خلي بالكم هنا دايناميك ديزايربل بس قلب نفسه ترانك وكان اصلا اي اس ال بس قلب نفسه دلوقتي دوت 1 كيو قلب دلوقتي كده ايه دوت 1 كيو لان انا حددت الايه انا حددت ال حددت على الناحيه الثانيه في سويتش 16 حددت ان البورت ستاتيكلي انكابسوليتد دوت 1 كيو انكابسوليتد وذ ترانك بروتوكول دوت 802 دوت 1 كيو. اوكي طب ده كلام جميل جدا بس انا برضو هعمله برضو ستاتيك سويتش بورت لا انترفيس رينج ايثرنت 0/0 1 تمام سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. طيب هروح ل 18 نفس الكلام هنا انيبل كونف تي انترفيس رينج ايثرنت 0/0 الى 2 الى 1 لان 0100 لكن 02 ده رايح على ايه البي سي ده مفترض يكون مود اكسس. اوكي طيب سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. اها لو انا رحت الى سويتش 17 هجيت عملت دو شو رن لا دو شو انترفيس ترانك اها 0/0 ترانك اهو بورت مود اون تمام انكابسوليشن 802.1 كيو ستاتس ترانكينج النيتف في لان باي ديفولت از اي 1. طيب ده كلام جميل جدا هعمل بقى هنا ايه دو رايت على كله سايب الكونفيجريشن ونبدا بقى ايه نفتح كده احنا يعتبر خلصنا اللاب 31 نخش في لاب 32. طيب انا شغلت دلوقتي لاب 32 بالمناسبه يا جماعه انا وانا يعني لو فتحته كده الايه الفولدر بتاع اللاب يعني انت هتلاقي عندك هنا مثلا لاب 32 اوكي ده البروجكت فايلز ده فيه الكونفيجريشن بتاعت الاجهزه اللي انا عملت لها يعني انا عملت كونفيجريشن للاجهزه اللي هو سويتش مثلا 11 16 7 يعني مثلا ايه 16 17 18 دي الاجهزه اللي انا عملت لها ايه عموما يعني كونفيجريشن اما تشغل اللاب شغله من الملف الجي ان اس 3 بتاعه وبعدين افتح فايل هات import export device configs وهات import configs from my directory وبعدين تعالى كده على my network pdus تعالى على الفولدر بتاع project files تمام اها لاب 2 مثلا ده لاب 32 اوكي فحمل بقى هنا دوس هنا على الفولدر ده ويعني استلم كده عليه وقف كده select folder اها بس كده هو ده المطلوب منك سيبك من اللي هو هيظهر لك من الايه سيبك من اللي هيظهر لك هنا من الكونسول نرجع مره تانية هنا لو انا جيت يعني ما انت يعني سيبك من الرساله دي انا دلوقتي هجيب كليك يمين كده ستارت على الثلاث سويتشات اها نفتح بقى سويتش هنا 16 ممكن ممكن هم بانهم مفتوحين اصلا ممكن ندوس هنا انتر يعمل كده ريفرش كونكشن ندوس هنا انتر دلوقتي فتح سويتش 16 جيت عملت الشو عايز شو مثلا انترفيس ترانك عايز اشوف الكونفيجريشن عملتها قبل كده ايوه موجوده اهي اها تمام طيب اللاب ده طالب مني بقى ايه لاب 32 طالب مني ايه في لاب 32 تعالوا نشوف لاب 32 كونفيجر في تي بي فيرجن 3 بتوين سويتش سويتشز اون سايت 3 كونفيجر في لانز اون سويتش on switches on site 3 و configure LSVIs LSVIs SBIs اعمل يعني اللي هو switching virtual interface اعمل configuration لل switching virtual interface. طيب هروح هنا بقى ل switch 16 هبقى configure عليه ال VTP confd VTP domain خليها debugs-eg.com ده الدومين بتاعي وبعدين هعمل VTP مود سيرفر وبعدين هعمل في تي بي خليك اشتغل كمود كسيرفر بعد كده في تي بي فيرجن 3 اها فيرجن 3 وبعدين هعمل اكزت لو خلي بالكم يعني انا هنا قال لي ايه كونفيجر في لانز يعني اعمل الفي لانز بتاعتك اوكي لو انا جيت مثلا عايز اعمل هنا في بس قبل ما اعمل في لان هعمل في تي بي باسورد برضو ادخل كده اعمل كده باسورد ات سيسكو سي كابيتال
ده الباسورد بتاعي. لو جيت عملت فيه لاين 10 يقول لي ايه VTPV line configuration not allowed when device is not the primary server for the LAN database. القصة كلها ان طالما انا خليته VTP version 3 المفترض ارجع للبريفليج مود واكتب امر ال VTP primary. VTP primary يعني كده ده اسمه primary server, ده السيرفر اللي انا اقدر انا كده بكمبير ان ده السيرفر اللي انا اقدر اكرييت من عليه الفيلانس اللي تتكرر ليه السويتشات الاخرى. طيب كلام جميل. You want to continue not conflicting BTP 3 devices found. تمام اهو بيقول لك دلوقتي اهو switch VLAN for VTP primary server CD change تقريبا. السويتش ده has become the primary server for the VLAN VTP feature. طيب لو جيت عملت show VTP status دلوقتي بقى خلي بالكم VTP version running A3 هو capable بي support 123 الدومين نيم debugs dash eg.com الريف عندي كام هنا 1 الريف تمام الماكسيمم VLAN supported 4096 number of existing VLANs are 5 number of existing VLAN 5 طيب انا دلوقتي بقى هبدا اكريت الفيلان بتاعتي VLAN 10 اوكي انا هعمل هنا VLAN 10 اسمه ايه بقى هو طالب مني في الاوبجكتيف طالب مني هنا VLAN 10 name marketing اوكي خليه هنا name marketing VLAN 20 name technical support انا كده بكريت الفيلان على مستوى layer 2 تمام do show VLAN brief لقيت ببصوا VLAN 10 marketing VLAN 20 technical support VLAN 10 blank فاضي مفيش اي ports فيه وكذلك على VLAN 20 برضو نفس الكلام كل الports بتاعت السويتش رايحة by default الى VLAN 1 كلام جميل طيب تعالوا بقى ندخل سويتش 17 في ال VTP domain enable county VTP domain debugs خلي بالكم يا جماعة ال VTP domain لازم يكون key sensitive يعني لو الدي دي كابيتال الناحية التانية وكتبتها هنا small mismatch على طول تمام VTP mood خليه client VTP password 123 at Cisco و VTP version 3 اوكي تمام اروح برضو على switch 18 نفس الكلام enable comfy vtb domain debugs dash eg.com وبعدين vtb password 123 at cisco طبعا مش شرط الترتيب cisco وبعدين vtb mood client لو تخلي بالكم بقى المود انا عندي هنا client server transparent off زي ما احنا شرحنا VTP client mood client وبعدين VTP version 3 طيب كلام جميل جدا تعالوا نتأكد من الconfiguration انا عملت الـ VLANs بتاعتي فين على دوشو VLAN دوشو VLAN انا عملت هنا 2 VLANs هنا ولو انا جيت عملت الشو VTP status الريف بتاعتي بقت 3 هنا هنا بقت ايه 3 المفترض لو انا جيت لو سويتش 17 ربط مع 16 ك VTP دخل معاه في نفس الدومين يبقى انا جيت عملت هنا show VTP status بصوا يا جماعه الكونفيجريشن ريف هنا كام هنا 3 تمام برضو 18 برضو جيت عملت do show VTP status 3 فعلا اوكي يعني انا لو جيت عملت مثلا شوت سويتش 18 دو شو فيلان ممكن تعمل دو شو فيلان بريف تمام اهو عندي 10 و20 فعلا ظاهرين عندي اوكي طيب كلام جميل جدا وهنا برضو شو فيلان بريف انا برضو عندي برضو 10 و20 برضو ظهر عندي برضو في سويتش 17 طب تعالوا مثلا نتست تاني لو انا كده عملت مثلا VLAN 30 name IT مثلا عند exit do show VLAN brief VLAN 30 IT ظهرت لو انا جيت هنا عملت show VLAN brief اهو VLAN 30 ظهرت هنا وبرضو على سويتش 18 show VLAN brief برضو ظهرت طب كلام جميل جدا
حلو قوي كده. هرجع ل طبعا هلغي بقى النوفي لان، نوفي لان 30، نوفي لان 30. اوكي لو جيت عملت ديشو في تي بي ستاتس هنا 5. اوكي طيب لو جيت عملت شو في تي بي ستاتس المفترض يكونوا على نفس الفي تي بي ريف، نفس الريف ده المفترض يكون متطابق في كل السويتشات. كلام جميل جدا. انا دلوقتي المطلوب مني بقى ان انا عملت خلاص كونفيجريشن بي نان وتعمل لها ريبليكيشن، ابدا اعمل الاس بي ايز بتاعتي. طيب انا خلي بالكم السبنتس بتاعتي هنا كام؟ السبنتس بتاعتي في النتورك دي 192.168 VLAN 10. فتعالوا نشوفها هنا 192.168.2.0 ده VLAN 10، الراوتر هياخد دوت 1 ده في اللاب رقم ايه 33 تمام، والراوتر برضه هياخد دوت 33 السب انترفيسز بتاعته. فانا سويتش 16 هديله 2 في VLAN 10 هديله 2.2، 17 VLAN 10 2.3، 18 2.4 وهكذا. يعني انتوا فاهمين يعني القصه ان انا هحجز اول اي بي للراوتر وبعد كده هدي ابدا اوزع بقيه الاي بيهات للسويتشات. طيب ده كلام جميل. هبدا VLAN 16 او على سويتش 16 هعمل انترفيس VLAN 10 نو شات اي بي ادرس 192.168.2.2 255 255 224 ده سلاش 27. وبعدين هروح الى VLAN 20 نفس الكلام هديله هنا 2.34. اوكي كلام جميل جدا. نروح الى سويتش 17 كونف تي انترفيس VLAN 10 ده مش VLAN 1 VLAN 10 نو شوت اي بي ادرس 192.168.2.3 تمام 224 نو شوت. اوكي انا عملت النو شوت اوريدي، هعمل هنا 2 ويبقى هنا 35 VLAN 20 اللي هو انترفيس VLAN 20. ولو انا جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف المفترض يظهر لك تحت هنا VLAN 20، انا ما عملتش عليها نو شوت انترفيس VLAن 20 نو شوت، انا كاتب لي هنا ادمنستريفلي داون. الكلام جميل فتح اهو. لو جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف في طبعا ملحوظه بقى ان انت ممكن تعمل ايه دو شو اي بي انترفيس بريف، ممكن اعمل بايب سيكشن VLAN ظهر لي بقى فقط السطر بتاع مثلا VLAN 20 او السطر اللي فيه VLAN 20 اهو، هو دلوقتي بقى اب اهو. اوكي كلام جميل. سويتش 18 كونف تي انترفيس VLAN 10 اي بي ادرس 192.168 دوت سويتش، الراوتر واخد دوت 1 2.1 والسويتش 16 خد 2.3 سويتش 17 خد 2.4 ده هياخد مثلا 2.5 تمام جدا. نوشت انترفيس VLAN 20 نفس الكلام بس هنا 2 دوت الراوتر 33 34 35 ده المفترض يكون 36 وبعدين نو شوت. اها كلام جميل جدا. انا كده يعتبر خلصت لاب رقم تعال نتاكد كده، انا خلصت يعتبر لاب 32 لان انا فعلا عملت الفي تي بي وكذلك عملت الفيلانز على السويتشز واتكبيرت عملتها على الكور وخليته سيرفر وعملت الاس بي اي انترفيسز على الاونيتش سويتش على كل سويتش في سايت 3. طيب لاب رقم 33 هنا بقى ده اللاب بقى ايه، يعني انا هختصر لكم بقى ايه اللي مكتوب هنا تمام اللي هو عايزه تمام منتهى البساطه. بصوا يا شباب اول حاجه انا على دي اتش بي سيرفر انا عايز اعمل دي اتش بي بول لكل فيلان موجوده في التوبولوجي تي. يعني عندي هنا 4 فيلان وفوق 4 فيلان وهنا تحت على ايدك اليمين 2 فيلان، يعني التوتال عندي 10 فيلان فهعمل 10 بول وعايز اكسكلود اول 10 اي بي في كل بول. طيب كلام جميل جدا حلو. وايه تاني يا باشمهندس؟ طالب منك ان انت تربط الراوترات دي فريم ريلي على السبنت دي وبعدين تعمل عليها اوفر ذم، يعني على الفريم ريلي تعمل دايناميك مالتي بوينت في بي ان وجي ار اي، يعني جي ار اي تونلنج يعني انترفيس تونل زيرو وتعمل بقى ايه كونفيجريشن التونلنج. اوكي وبعدين تعمل ستاتيك نت على راوتر 4 زي ما احنا قلنا بحيث ان اي دي اتش سي بي ديسكفر يخش الراوتر 4 يخش على بورت 67 يفروده على البرايفت اي بي بتاع اي دي اتش سي بي بتاع دي اتش سي بي سيرفر هنا. طيب ده المطلوب مننا. بس في ملحوظة أخيرة إن أنا عايز إيثرنت 0/2 أدخلها على ده متوصل على جهاز الماركتينج أنا أدخله على VLAN 10 وإيثرنت 0/2 على سويتش 18 أدخله برضو على VLAN 20 VLAN 10 أو 20 اللي هو تكنيكال سبورت. هعمل ده إزاي؟ هروح على سويتش 17 اللي هو متوصل على الماركتينج بي سي هعمل إنترفيس إيثرنت 0/2 سويتش بورت
مود اكسس بعدين سويتش بورت اكسس بي لان 10 وبعدين هروح لسويتش 18 هعمل انترفيس بي لان 20 سويتش بورت لا 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 انترفيس ايثرنت سلاش 2 كده سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت يعني انا هدخله الاول اخلي المود بتاعه اكسس مش دايناميك ديزايربل وبعدين سويتش بورت اكسس بي لان 20 اوكي تمام كده. الملحوظه الاخيره ان انا عندي سويتش في اللاب ده اللي هو لاب 32 ان انا عندي المود انا ليه بخلي خليت المود عندي اكسس تمام يعني انا ممكن اخليه دايناميك ديزايربل ويشتغل عادي جدا. الاجابه ان انا لو ما خليتوش مود اكسس اشتغل دايناميك ديزايربل ممكن الجهاز ده يكون مثلا هاكر تمام يستعمل برنامج زي اليرسينيا مثلا ينقل نفسه لو انا مثلا جيت ممكن ايه اجي اعمل على طول سويتش بورت اكسس بلان 20 يخش على طول على في لان 20 اوكي لو انت تخيلوا مثلا ان انا على انترفيس اللي انا مثلا نوع عملت نو سويتش بورت مود اكسس اوكي طيب لو جيت عملت دوش ران انترفيس ايثرنت سلاش 2 سلاش 2 اها سويتش بورت اكسس افرضوا اللي انا كتبت سويتش بورت اكسس بي لان 20 لو انا جيت عملت شو انترفيس ايثرنت 0 سلاش 2 سويتش بورت اها هيكون دايناميك ديزايربل ولكن الاوبريشنال مود هو يعني هو كونفيجر لي هو متكونفيجر على دايناميك ديزايربل ولكن الحاله بتاعته دلوقتي هو لقى اللي هو الانسب اللي هو يشتغل استاتيك. انا ممكن اعمل بواسطه برنامج اليرسينيا ده تول كده على الكالينكس حول الاوبريشنال مود من استاتيك اكسس للترنك وبالتالي لو انا خليت ده ترنك فبالتالي انا اقدر انقل نفسي من في لان لفي لان براحتي بقى اوكي فدي القصه. احنا طبعا لا هعمله هنا مود بقى ايه اكسس سويتش بورت مود اكسس. يلا بقى ايه نشتغل على لاب 33. انا دلوقتي فتحت لاب 33. نبدا بقى ايه هبدا من اول الدي اتش سي بي سيرفر اعمل بس الايه البولز بتاعتي. اوريدي انا كده اوريدي اصلا فاتح الدي اتش سي بي سيرفر فاتح التيرمينالز كلها على الاجهزه اللي اشتغل عليها في اللاب ده. بس هنا نو طيب كلام جميل. خش بقى ان كونفتي لاين كون زيرو بعدين هعمل لوجن سينكرونس عشان رسائل السيلز لوج مسج جي ما تضايقنيش في شغلي. بعدين ابدا اعمل بقى ايه اديله بس اي بي الاول بس انا عايز اعمل نو اي بي راوتينج نو اي بي راوتينج احول كده الايه اشيل منه خاصيه الراوتينج الدي اتش بي سيرفر كاني احوله البي سي تمام. وبعدين هعمل انترفيس باس ريتنيزيش لزيرو اي بي ادرس 172.16.1.2 255.255.255.252 طبعا بول دي 172.16.1.0/30 فانا هدي للدي اتش بي سيرفر 1.2 وبعدين اعمل اكزيت بعدين اي بي ديفولت جيت واي الجيت واي بتاعته 192.168.1.1 طيب كلام جميل. وبعدين هعمل اي بي دي اتش سي بي بول اي تي داش 1 الفيلان اللي هي فيلان 1 اللي هي هقول لكم فين بقى اللي هي هنا تمام يعني انا هنا عندي فيلان 10 اسمها اي تي واللي فوق اسمها برضو اي تي بس انا هفرق بينهم بقى في البول لان انا كده هعمل اتنين بول لكل فيلان من دول فهتفرق بقى الاي تي داش 1 اللي هي على ناحيه الشمال خالص النتورك بتاعتها 192.168.10/27 اها ديفولت 1.1 دينس 4.8432 تمام جدا. بعدين هعمل اي تي داش بعدين هعمل سيلز داش 1 اها السيلز هيبقى 32 انكريمنت عندي طبعا هنا 32 وبعدين ديفولت 33 وبعدين دي ناس 4.8432 وبعدين بقى ايه هكمل بقى بي ار داش 1 64 الديفولت 65 والدي ان اس اها وبعدين في اتش ار داش 1 برضو هنا 96 بعدين هنا 97 الديفولت راوتر وبعدين دي ناس 4.8 وعلى نفس المنوال بقى اي تي داش 2 كان مفترض ده 96 المفترض ده يكون 128 وبعدين هنا 129 ديفولت جيت واي 129 وبعدين دي ان اس اها وبعدين سيلز داش 2 128 انكريمنت هنا هيكون 224 لا 128 المفروض كده هتبقى 160
وبعدين هنا الجيت واي 161 48 دي ان اس وبعدين بي ار داش 2 100 هنا 192 وبعدين هتبقى هنا اعتقد يعني بي ار داش 2 تبقى 200 فعلا 192 تمام وبعدين 4 8 4 3 2 وبعدين الديفولت جيت واي 193 وبعدين ال دي ان اس وبعدين عامل لنا اتش ار برضو الدي جيت واي هنا لا النتورك الاول 224 وبعدين هنا تبقى 225 اوكي وبعدين الدي ان اس الدي ان اس اوكي وبعدين هعمل الاكسكلوجن بقى خلي بالك ان هو طالب منك في الـ requirements ان انا عايز اعمل اكسكلود ل for first IPs on each VLAN تمام هحجز بقى يعني لان او يعني انا عايز الدي اتش تي بي مثلا 1.0 اللي هي بتاعت الاي تي داش 1 هيبدا يدي مفترض من اول دوت 2 لان دوت 1 دي مع الراوتر واخدها الراوتر لو انا بقى مش عايز يدي من اول دوت 2 عايز يدي مثلا من اول دوت 11 يعني هعمل اكسكلوجن لاول 10 اي بي هعمل اكسكلوجن لاول 10 اي بي لان طبعا دول هحجزهم ستاتيك ممكن تحجزه مستاتيك للسيرفرات اللي عندك او الكاميرات او ايا كان يعني تمام فانا هعمل اكسكلوجن بقى اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادريسز من 192.168.1.0 عدوا 1.10 اوكي وبعدين من 32 اوكي لحد 42 وبعدين من 64 لحد 64 لحد 74 وبعدين من 96 الى 106 106 وبعدين من 128 الى 138 وبعدين من 100 وبعدين من 192 لا 160 الى 100 تقريبا 100 و60 الى 170 وبعدين من 192 الى 202 وبعدين من 202 الى لا من 100 من 224 الى 234 وبعدين من 2.0 2.0 لا 2.0 الى 2.10 وبعدين من 2.0.2.32 ل 2.42 خلي بالكم انا ما عملتش على فكره دي اتش بي بول بتاعه التكنيكال سبورت الماركتنج الاول الماركتنج بول ماركتنج وبعدين نتورك 192.168.0/27 وبعدين ديفولت راوتر 192.168.2.1 دي ان السيرفر 48 الباك اب 432 ممكن تعمله 82 14 اوكي وبعدين هعمل ماركتنج دي بقى هعمل بقى ايبول برضو الفي لان اللي هي بتاعت التكنيكال سبورت تكنيكال سبورت وبرضو نفس الكلام ديفولت لا هي 32 اوكي الديفولت راوتر 2.33 ودي ان اس اوكي وانا كده عامل لهم الاكسكلودد ادريسز بتاعتهم من فوق كلام جميل انا كده يعتبر خلصت الدي اتش سي بي سيرفر كونفيجريشن هروح على الراوتر 4 هروح على الراوتر 4 ابدا اعمل ايه الكونفيجريشن بتاعته هنا النو كده بقى ايه نعمل نو في كله كده عشان ما ايه ما نقعدش الفتره دي كل شويه نوفر وقت هنا نو اوكي انيبل كومب تي لاين كون زيرو لاين كون زيرو Login synchronous. Okay. Interface plus it is useless zero. اللي هو رايح لـ DHCP server. IP address 172.16.1.1 255.255.255.255. No shut. وبعدين هعمل IP net in. IP net IP net inside. IP net in. Okay. عشان هعمل النتنج بقى. IP net in. بس ملحوظه هنا في موضوع الناتنج والكلام ده كله نفتح كده الوايت شيت بمنتهى البساطه يا شباب انا عندي السيرفر هنا مكانه هنا اهو
واصل على سويتش وبعدين واصل على الايه الراوتر. الراوتر طالع على سيريال، السيريال ده واصل بقى بايه يعني بايا كان بقى تمام. ده فاست تاني 0 سلاش 0 ده سيريال 3/0. طيب انا اولا النتورك هنا 172.16.1.0/30، السيرفر عندي واخد هنا دوت 2 تمام، والراوتر هنا واخد 0.1. النتورك الخارجيه 172.16.2.0 ده اللي هتبقى على الجي ار اي سلاش 29 على جي ار اي تانلنج او دايناميك مالتي بوينت في بي ان نتورك. الراوتر هنا واخد 0.4 لان ده راوتر 4 اوكي ماشي، هنا واخد 0.4. طيب اول حاجه انا هعمل الانترفيس اي بي نت ان ان ودي الاوت تمام. طب ده كلام جميل جدا. وبعدين هكتب بقى سطر اللي هو IP net inside اعمل net للinside تمام source static اوكي static بقى UDP يعني انا دلوقتي انا عايز اخلي ال DHCP server اي request تيجي على 172.2.4 على port 67 لان احنا قلنا الجهاز بيروح ل destination port 67 بيطلع من source port 68 تمام. source port 67 يا destination port 67 اي يعني الراوتر يجي له باكت على destination port 67 على IP بتاعه يقوم مفرودها الى ايه 172.16.1.2 اللي هو DHCP server على نفس البورت. فانا هعمل UDP 67 الانترنال ايه بقى ايه اللوكال اي بي 172.16.1.2 الجلوبال بتاعه ايه 100 سبيس كده 172.16.2.2.4 اوكي برضو على بورت 67. يعني هنا بقى اعمل نت للاي بي اللوكال اللي هو 172.16.1.2 اعمل نت للاي بي اللوكال اللي هو الانسايد الانسايد عندي اللي هو مربوط بالانترفيس المكتوب تحته اي بي نت انسايد اعمل له ناتنج بحيث ان الاي بي ده اللي هو 172.16.1.2 لو يطلع ببورت يعني او الاي بي ده بالبورت ده يترجم الى 172.16.2.4 تمام. طب ده كلام جميل يعني من الاخر اي كونكشن هيجي عندي كده انت ممكن تقول لي يا باشمهندس طب هو الناتنج كده هيحصل ازاي؟ ده انت هنا عملت انسايد واوتسايد يعني انت كانك بتقول للراوتر كده الجهاز ده لو حب يخرج بره على البورت ده اوكي الراوتر هيحوله للاي بي ده والبورت ده اوكي صحيح. وكذلك ده فعلا هيحصل وكذلك يحصل العكس ان لو جاي برضو كونكشن على الاي بي ده والبورت ده الراوتر برضو هيدخله الى الايه الى السيرفر الى الاي بي اللوكال ده والبورت بتاعه اللي هو 67. طيب ده كلام جميل جدا. انا هعمل هنا بقى ايه اي بي نت انسايد على الانترفيس وبعدين اي بي نت انترفيس برضو سيريال. انا كده دلوقتي جيت عملت دوش ران انترفيس فاست ايثرنت 0/0 اها اي بي نت انسايد وديتو اي بي تمام معمول له نوشن داون. لو جيت عملت دوش اي بي انترفيس بريف اها اب تمام كده جيت عملت دو بينج على 172.16.1.2 اس دي اتش بي سيرفر اها ما بيبانكش على دي اتش بي سيرفر مش بيبينج على ال دي اتش سي بي سيرفر. طيب تقريبا انا ما فتحتش البورت ممكن اكون ما فتحتش البورت بتاع دي اتش بي سيرفر دو ار شو اي بي انترفيس بريب فتحتش البورت فعلا انت فاست 0/0 ادمنستريفلي داون. فانا هفتحه انترفيس فاست 0/0 نو شوت اوكي اروح على الراوتر 4 نفس الكلام بقى بينج تاني كده بينج اهو تمام بينج شغال 10/10. طيب كلام جميل سيريال 3/0 من راوتر 4 اوكي رايح انا رايح اعمل فريم ريلي خلي بالكم ان انا فتحت الفريم ريلي هنا ان انا عندي مثلا الجهاز المتوصل على بورت 1 اللي هو راوتر 1 اوكي بيروح على بورت 2 اللي هو متوصل على راوتر 2 يعني راوتر 1 يروح على راوتر 2 بديل سمتين كده بديل سمتين. طيب لو راوتر 2 عايز يروح الى راوتر 1 يعني بورت 2 عايز يروح لبورت 1 يروح على ديل سي 100 ده تفسير الجدول. طيب كلام جميل لو راوتر 1 عايز يروح لراوتر 3 اللي هو متوصل على بورت 3 يروح له على ديل سي 300. طب لو راوتر 3 عايز يروح لراوتر 1 يعني بورت 3 عايز يروح لبورت 1 يروح على بورت 100. طب كلام جميل. طب لو راوتر 1 عايز يروح لراوتر 4 على 400 راوتر 4 عايز يروح لراوتر 1 على ديل سي 100 كلام جميل. انا عامل هنا نت ايه انا عامل نت هنا مالتي بوينت اوكي فانا هدخل بقى راوتر 4 انترفيس سيريال 3/0 هعمل الاول نوشن داون بعدين انكابسوليشن فريم ريلي بعدين اي بي ادرس
اي بي ادرس 192 لا 197.44.20. راوتر 1 هيبقى دوت 9، راوتر 2 هيبقى دوت 10، راوتر 3 هيبقى دوت 11، راوتر 4 هيبقى دوت 12. 255 248 ده اللي هو سلاش 29. وبعدين هعمل فريم ريلي ماب، يعني يا راوتر 4 لو انت عايز تروح ل 192.168.1.10 اللي هو راوتر 2، راوتر 2 روح على دلسي 100، يعني روح لراوتر 1 وراوتر 1 هيوصلك لراوتر 2 لان راوتر 1 هو الهب. اوكي برودكاست فعل قصيت السودو برودكاست في مشكله. ماب اي بي، ماب اي بي، ماب اي بي. انت عايز تروح ل 1.10 اللي هو راوتر 2، روح لدلسي 100 اللي هو راوتر، يعني روح لراوتر 1 وراوتر 1 هيطلعك على راوتر 2. برودكاست فعل خاصيه افعل خاصيه السودو برودكاست يفيدني جدا في اما اجي اشغل الاي اي جي بي او الاو اس بي اف. تمام. وبعدين برضو هعمل لو انت عايز تروح ل 11 اللي هو راوتر 3، روح برضو الى راوتر مين، الى راوتر 1. روح لراوتر 1. كلام جميل. وبعدين اروح على راوتر 2. اوكي انا راوتر 2 اصلا كده كده فاتح التيرمينالز دي كلها. هروح على راوتر 2 اعمل برضو كونفيجريشن كونف تي انترفيس سيريال 3/0. انا مش هعمل فاست تمازيش لزيرو اللي هي الداخليه لان دي في اللاب اللي جاي ان شاء الله. تمام. سيريال او اللاب اللي بعد الجاي تقريبا. نو شوت اي بي ادرس 197.44.20.10 255 248. طبعا ان الاوامر بتخش مع رسائل سيس لوج مسج، فانا هضطر اخش برضه لاين كون زيرو لوجن سينكرونس. اوكي تمام. وبعدين تاني انترفيس سيس لوج زيرو. وبعدين انا اديت الاي بي خلاص وانا هعمل نوشر داون. بعد كده انكابسوليشن فريم ريلي. وبعدين فريم ريلي ماب اي بي لو انت عايز تروح ل 1.11 اللي هو راوتر 3 يا راوتر 2، روح الى دلسي 100 اللي روح على راوتر 1 وراوتر 1 هيطلعك الى راوتر 3. وبعدين هعمل برودكاست. وبعدين لو انت عايز تروح ل 12 اللي هو واحد اللي هو 1.12 ثواني كده ثواني لا 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 ده الفريم اللي ماب هنا فيه مشكله، فيه غلطه، فيه غلطه هنا. هعمل هنا نو و10 برضو هعملها نو. المفروض 197 دماغ البرمجه على 192 اي بي 197.44.20.10 اهو 100 برودكاست ده راوتر 4. وبعدين هنا لو انت عايز تروح الى راوتر 3 روح على برضه دلسي 100. لو جيت عملت الدوش وران انترفيس سيريال 3/0 تمام كده. بعدين هروح الى راوتر 2. اوكي اعمل برضه ال 11 دي هعمل لها نو. وبعدين اعمل بقى هنا 197.44.20.11 لو انت عايز تروح لراوتر 3. لو انت عايز تروح لراوتر 4 روح اللي هو 20.12 برضو 100. كلام جميل. وهروح الى راوتر 3 نفس الكلام نيبل كونف تي انترفيس سيريال 3/0 بس هعمل اول لاين كون 0 لوجن سينكرونس ذن انترفيس سيريال 3/0 اعمل IP address 197.44.20.11 ده ال subnet mask. وبعدين encapsulation frame relay frame relay map IP map IP لو انت عايز تروح لراوتر 2 روح لدلسي 100 broadcast. لو انت عايز تروح الى راوتر 4 تمام برضو broadcast. لو جيت عملت وبعدين عمل no shot do show IP do show run انترفيس سيريال 3/0 تمام الكونفيجريشن كده مظبوطه. وبعدين ندوشو ران انترفيس سيريال 3/2 اتاكد بس كده من الكونفيجريشن بتاعتي وكذلك من السبنت ماسك. ولو جيت عملت ندوشو ران انترفيس سيريال 3/0 برضو هنا 248.12 حلو قوي. فاضل بقى السبوك اللي هو راوتر 1 enable compte line con 0 login synchronous. وبعدين interface serial 3/0 IP address 197.44.20.9 255.248 no shot. وبعدين encapsulation primary relay. انا هنا مش محتاج اعمل static map لان هو بما ان ده الهب هو هيعرفها لوحده، يعني هو هيعرفها لوحده راوتر 1 هيعرفها لوحده من ال LMI بروتوكول او ال LMI language. يعني هو هيكومينيكيت مع الفريم اللي سويتش وهيعرف منه ال PVC بتاعته، هيعرف منه الدل سي والكلام ده كله. عملت كده تشوف فريم ريلي PVC بصوا يا شباب بيقول لك مثلا ادي عنده دل سي 200
تمام. ده اللي طلعه على بورت 2 اللي هو راوتر 2 ديلسي 300 اللي طلع راوتر 4 وديلسي راوتر 3 وديلسي 400 اللي طلعه على راوتر 4. اوكي لو انا جيت مثلا من الراوتر جيت عملت راوتر 1 بنكت على 197 44 20 دوت 10 اللي هو من راوتر 1 راوتر 2 انا نضطر ان احنا نستنى شويه ممكن نعمل كده شو فريم ريلي ماب. طبعا الماب لسه فاضي هنا خالص فاضي. المفترض الراوتر 1 هيعرفها على طول دلوقتي. جيت عملت شو اي بي انترفيس بريف اها البورت مفتوح اهو اللي هو سيريس لسه زيرو اها بينج 20.10 نضطر نستنى شوية يعني كده كده ليها حل لو ما بنكش بقى ايه as a last resort نعمل برضو static map. طيب اوكي تعالوا نبنك كده مثلا على 12 اللي هو راوتر 4 اها ها ها ها. طيب لو جينا من راوتر 2 عملنا دوبينج على 192.44.20.9 depends on luck اعتماد على الحظ. طيب كلام جميل. ممكن نعمل ممكن نحل بقى الاشكاليه بقى نريح دماغنا ونعمل في برضو فريم ريلي ماب. لو انت عايز تروح الى 197 24 44 20 دوت 10 روح الى ديلسي 200. لو انت عايز تروح لراوتر 2 روح لديلسي 200. لو انت عايز تروح الى راوتر 3 روح لديلسي 300. لو انت عايز تروح الى راوتر 4 روح لديلسي 400 اها يعني بينج 197 44 20 دوت 9 دوت 10. هنا في مشكله بقى. لا كده بدا في مشكله هنا بقى. طيب لو جينا عملنا شو ران انترفيس سيريال سيس ل 0 الاي بي 197 20 9 كابسوليشن بريم ريلي 197 44 20 دوت 12 ها بينج طيب شو فريم ريلي بي في سي وحتى جايب الايه الماب اكتف بي في سي ستاتس اكتف الانبوت 241 اوتبوت 246 سيريس ليش زيرو اهو اها نرجع تاني اوكي نجرب تاني كده ما بيبنكش ما بيبنكش. طيب تعالوا نروح الى طيب ممكن نضيف ستاتيك على راوتر 2 انترفيس سيريال سليس لزيرو هقول له في ريم ريلي ماب اي بي لو انت عايز تروح ل 4120.9 روح لدلسي 100 برودكاست نجرب كده بينج 197 24 10 ما بينج مع ان سبحان الله يعني مش يعني انا عملت اللاب ده حتى في الفاينل بتاعه مش يعني اتعمل على من غير ما اضطر اعمل الاستاتيك ماب على راوتر 1 لانه السبوك ومن غير ما اقول لراوتر 2 لو انت عايز تروح ل 20.9 اللي هو راوتر 1 روح لدرس 100 المفترض يكون عارفها لانه بيعرفها من السويتش البريمي لي دايناميك تمام بس anyway no problem يعني ممكن على راوتر 4 ار 3 برضو نفس الكلام لو انت عايز تروح ل 9 اوكي ولا راوتر 4 برضو لو انت عايز تروح الى 9 20.9 اوكي فانا الراوتر 1 بقى كده ابنكت على 10 طب ابنك على 11 اللي هو راوتر 3 يبينج 12 اللي هو راوتر 4. طيب انا عايز اعمل جي ار اي تونلينج ودايناميك مالتي بوينت في بي ان ما بين راوتر 1 راوتر 2 راوتر 4 راوتر 3. طيب نبدا من اول راوتر 1 انترفيس تونل 0 اول حاجه التونل سورس التونل دي هربطها بايه هربطها بسيريال 3 ل 0 تمام
كلام جميل. وبعد كده هعمل تونل نود اخليها جي ار اي مالتي بوينت، اشتغل جي ار اي مالتي بوينت، لان انا دي مش مالتي، دي مش بوينت تو بوينت التونل دي، لان هيبقى سبوك او لان انا دلوقتي عندي راوتر 1 سبوك وعندي 3 لا هاب وعندي 3 سبوكس اللي هو راوتر 2 راوتر 4 راوتر 3. وبعدين هعمل هنا تونل كي، التونل كي بتاعتي 1 2 3 4 كي، لازم كل الراوترات اللي في نفس التونل تكون ليها نفس الكي. وبعدين هعمل اي بي ام تي يو 1400 اي بي تي سي بي ادجست ام اس اس 1360. اتكلمنا يا جماعه اللي ايه اللي ما عنده مشكله في الجي ار اي يبص بقى على محاضره شرح الديناميك مالتي بوينت في بي ان اللي رفعها على تشانل اليوتيوب، تمام. اي بي تي سي بي ادجست ام اس اس 1360. وبعد كده هعمل فاضل ايه تاني؟ تونل ديستنيشن اها مود، حددنا المود والسورس تمام. وبعدين هعمل اي بي ادرس 172.16.2.1 248. وبعدين هعمل بقى ايه اي بي ان اتش ار بي ماب مالتي كاست دايناميك. وبعدين اعمل اي بي ان اتش ار بي نتورك اي دي 1. بعدين اي بي ان اتش ار بي اوثنتيكيشن مثلا سيسكو 123 اها. هروح الى راوتر 2 انترفيس تونل 0 تونل سورس سيريال سيس ل 0 اي بي IP address 172.16.2.2 248. وبعدين هعمل tunnel key 1 لا 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 tunnel key 123. الراوتر 1 كان 1234 ولا 123 بس 1234 tunnel mode GRE multi point. وبعدين IP MTU 1400. وبعدين IP TCP adjust MSS IP 360. ثم IP NHRP Network ID 1، لازم كل الراوترات برضو تكون على Network ID 1. IP NHRP Authentication، لازم كل الراوترات لها نفس Authentication Key. ثم IP NHRP Map، لو انت عايز تروح الى ال 172.16.2.1 روح الى 197.44.20.9. لو يعني انا عامل هنا ستاتيك مابنج على راوتر 2، لو انت عايز تروح ل 172.16.2.1 ده التونل اي بي بتاع راوتر 1، روح الى البابليك اي بي اوكي 197.44.20.9 اوكي. واي بي ان اتش ار بي ماب ال ماب مالتي كاست تمام 7. لو انت ده بقى الايه 172.16.12.1. وبعدين اي بي لا لا تقريبا مش ده، لا لا مش الامر ده، مش الامر ده. اي بي ان اتش ار بي ماب 197.44.20.9 ماب مالتي ماب اها اي بي ان اتش ار بي ماب مالتي كاست 197.44.20.9. وبعدين اي بي ان اتش ار بي ان اتش اس النكست هاب سيرفر 172.16.2.4 اوكي. ثم لا 2.1 واحد ايه كتر الكونفيجريشن طيب اوكي 2.1. وبعدين هعمل ايه تاني؟ فاضل ايه كده؟ مش فاضل حاجه تاني. لو جيت اعمل دوش وران انترفيس تونل 0 اها اوكي كلام جميل جدا. هعمل دوبينج على 172.16.2.1 اهو بيبينج على راوتر 1 على التونل اي بي بتاع راوتر 1 اهو. اوكي طبعا راوتر 3 وراوتر 4 نفس الكونفيجريشن بس فيما عدا الايه الاي بي ادرس اوكي. فانا هنا هاخد دي كده كوبي بيست اروح الى الراوتر 3 انترفيس تونل 0 احدد بس الاي بي بتاعه 192.168.2.3 255.255.248 اوكي. وبعدين بوم اها. وبعدين اروح الى راوتر 4 انترفيس تونل 0 وبعدين اي بي ادرس 192.168.2.48. وبعدين بوم ادي بقى الايه كونفيجريشن
دي راوتر خلاص كده. لو انا جيت مثلا من راوتر 1 عملت دوبينج على 172.16 دوت 2.2، راوتر 2 بيبنج، طب راوتر 3 بيبنج، راوتر 4 اهو بيبنج. عظيم جدا. طيب انا عارف، انا عارف ممكن يكون في ناس كسلانه منكم ومش عايزه ايه تشوف في فيديو انا شارح فيه الجي ار اي والدايناميك مالتي بوينت في مين، بس انا هنا هشرح الكونفيجريشن مره ثانيه، انا هشرح هنا الايه كونفيجريشن مره ثانيه. طيب انا بمنتهى البساطه انا عندي راوتر 1 اهو، اوكي، متصل ده الفريم ريلي سويتش، اوكي، على راوتر 2 وده راوتر 3، اوكي، بفرض يعني ان ده مثال كده. الراوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 هفترض ان هم بيعرفوا يتوصلوا لبعض بالبابليك اي بي، اي بي اللي هو 197.44.20.0 لا دوت 20.8/29. راوتر 1 هنا واخد دوت 9، راوتر 2 واخد دوت 10، راوتر 3 واخد دوت 11. طيب تعالوا بقى نتكلم على راوتر 2. اون راوتر الراوتر 1 هعمل تونل، التونل يعني تعالوا برضو ايه نتكلم في سياق الكونفيجريشن الموجوده هنا. لو انا جيت عملت دو شور ان انترفيس تونل 0، اوكي، طيب تعالوا نبص كده. راوتر 1 اول حاجه عملت انترفيس تونل 0 وبعدين اديتها اي بي، اوكي، فخلي بالكم بقى ان انا بما ان راوتر 1 اون ذا بابليك اي بي، اون ذا بابليك اي بي يعني يقدر يروح على بابليك اي بي بتاع راوتر 2. لو انا جيت بنكت على 197.44.20.10 راوتر 1 هيبنج عادي جدا، ولكن في اشكاليه عندي ان انا لو راوتر 1 متصل على راوتر 2 عن طريق الانترنت فاي مالتي كاست باكيت مش هتخش في اللينك. يعني لو انا مثلا هعمل اي اي جي ار بي عايز اربط الثلاث راوترات دول بعضهم واعمل اي اي جي ار بي مثلا راوتنج، مش هعرف اعمل الكلام ده. الدايناميك مالتي بوينت في بي ان وجي ار اي تانلنج يقدروا يخلوني اعدي اي مالتي كاست اي بي، اي مالتي كاست باكت اعديها جوه التونل. فانا بما ان راوتر 1 يقدر يروح لراوتر 2 على 197.44.20.9 انا هعمل نتورك فوق النتورك دي. انا هعمل ايه؟ نعمل هنا بي، انا هعمل نتورك فوق النتورك دي، اوكي، فهتكون النتورك اللي فوقهم هي اللي انا اخترتها 16.2.0/29. راوتر 1 هياخد بوينت 1 وراوتر 3 هياخد بوينت 3 وراوتر 2 هياخد هنا بوينت 2، تمام. طيب انا هنا بقى ككونفيجريشن تونل سورس، انا ربطت التونل بالسورس بالانترفيس اللي هي 3/0، يعني انا ربطت ممكن اعمل تونل سورس اي بي، يعني ممكن اعمل هنا تونل سورس، تمام، ممكن ادخل هنا اي بي، اوكي، يعني هربطه ب 197.44.20.9، ولكن ممكن بطريقه ثانيه. هي مش 197.44.20.9 دي موجوده تحت السيريال 3/0؟ ايوه موجوده، فانا ممكن اعمل تونل سورس سيريال 3/0، اوكي. طيب ده كلام جميل جدا. اوكي، ماذا بعد؟ انا نرجع ثاني دو شور، لا دو شور انترفيس تونل زيرو، وبعدين اولتر الراوتر تونل سورس، اوكي، تونل مو جي ار اي مالتي بوينت، انا هشتغل بالجي ار اي مالتي بوينت، ان انا عندي او من الاخر مش بوينت تو بوينت، هي بوينت تو مالتي بوينت، لان راوتر 1 هيعتبر كهب. يعني ايه هب؟ يعني راوتر 2 عايز يروح راوتر 3 يقدر يروح ثرو راوتر 1. طيب الميزه هنا وده سبب ان انا دخلت الامر ده اي بي ان اتش ار بي ماب مالتي كاست دايناميك. هنا الميزه هنا حاجتين، ان انا قلت الراوتر 1 لو انت عايز تعرف ال عايز تعرف الاي بي او البرايف او البابليك اي بي بتاع راوتر 2 وراوتر 3، او بمنتهى البساطه لو انت يا راوتر 1 جالك راوتر 2، لو انت انا هقول كده راوتر 1 لو راوتر 2 عايز يروح لراوتر 3، تمام، فهو راوتر 2 عايز يروح لراوتر 3 ازاي؟ هو معاه الباب، يعني انت جيت من راوتر 2 جيت عملت بينج دو بينج على 197 دوت لا 192.16.2.3، تمام. في مشكله هنا ولا ايه؟ راوتر 2 مفترض يروح راوتر 3 مفترض يروح عن طريق راوتر 1. طيب شوران انترفيس تونل 0 تقريبا في امر هنا نسينا ندخله. همسح في بصوا يا جماعه انا عايز امسح بس ده، انا كتبته وبعدين كتبت 2.1، يعني كتبت ده بالغلط وبعد كده كتبت 2.1، كنت فاكر ان هو هيمسحه، هيمسح هيعمل ريبليسمنت. طيب انا ممكن اعمل نو اي بي ان اتش ار بي ان اتش اس 192.16.2.4. اها انا جيت انا عملت لوبينج 2.3. اها
طيب لو جيت عملت 2.1 بيبنج عادي جدا، لكن هو هو مش عارف يروح الى راوتر 3 ماب. تمام، بعدين اي بي نيتشر بي مالتي كاز 127.44.20.9. طيب هشوف الاول راوتر 2 يقدر يروح لراوتر 3 44.20.11، اهو يعني راوتر سي يقدر يروح لراوتر 3، يقدر يروح كذلك برضو الراوتر 4. طيب اوكي، طب تعالوا بس نشوف راوتر تونل 0 وراوتر 3 برضو الاثنين دوت 4 هنا برضو داخله هنا. طيب انا هعمل نو اي بي ان اتش ار بي ان اتش اس، تقريبا هو ده الامر اللي عامل الكونفليكت يعني 2.4 اها. طب دو شو ران انترفيس تونل 0 اها. تمام، نروح برضو من راوتر 2 بينج تاني 2.3 اهو بيبنج اهو. يعني بصوا الترابل شوت، ان انا دلوقتي خلي بالكم بقى، انا نرجع راوتر 1، انا قلت الراوتر 1 مالتي كاست دايناميك، يعني راوتر 2 لو عايز يروح راوتر 3 راوتر 2 عارف هو يعني هو امتى انت عايز تروح لراوتر 2 راوتر 3. لو انت مثلا جيت وقفت على راوتر 2 وجيت عملت بينج على 192.16.2.3 يعني انت عارف التونل اي بي بتاع راوتر 3، لكن انت مش عارف ايه، انت مش عارف ايه البابليك اي بي بتاع راوتر 3. لو راوتر 2 عارف البابليك اي بي بتاع راوتر 3 هيقدر عن طريق البابليك اي بي يروح على التونل اي بي بتاع راوتر 3، يعني فاهمين قصدي؟ تمام. مالتي كاست دايناميك اللي انا دخلته على راوتر 1 يعني انا كاني بقول راوتر 1، لو راوتر 2 عايز يروح لراوتر 3 تمام هيروح لك يا راوتر 1، انت الهب، انت الايه الهب، قول له البابليك اي بي بتاع راوتر 3 وبعد كده ايديوكيت راوتر 2 ان هو يروح لراوتر 3 على طول دايركت بقى على طول ايه دايركت. تمام، طب ده كلام جميل جدا. دلوقتي ايه تاني؟ نتورك اي بي ان اتش ار بي نتورك دي ان انا بجمع الراوترات بتاعتي كلها المتوصله على نفس التونل، انا بجمعها في نتورك اي دي 1، يعني يشبه كده كاني بعمل مثلا ايه او اس بي اف اريا 0. اوكي، تي سي بي ادجست ام اس اس 1360. تعالوا نتكلم الام تي يو، الام تي يو هنا 1400. ممكن واحد يقول لي ليه مش 1400، ليه مش 1492 او ليه مش 1500؟ بالتجربه يا جماعه، انا يعني بالتجربه يعني، وحتى كمان سيسكو بتريكومند القيمه دي اللي هي 1400 في الجي ار اي تونلنج. طبعا ام تي يو ده الماكسيمم ترانسميشن يونت، اقصى سعه او سايز من الباكت 1400 بايت. تمام، دي بالتجربه ممكن تعملها 1420 تشتغل معاك كويس جدا، 1440 تشتغل معاك كويس جدا، بس ال 1400 ستيبل يعني في كل الحالات انا اشتغلت عليها في الجي ار اي ودايناميك مالتي بوينت في السايتات انا اشتغلت عليها كان 1400 بيشتغل معايا كويس جدا. اي بي تي سي بي ادجست ام اس اس 1360 دي اقصى سعه من السيجمنت اللي بتنزل من لاير 4 الى لاير ايه الى لاير 3، فانا عاملها 1360 عامل حساب لو اضاف عليها شويه هيدرز بتاع توصل الى 1400. طيب تونل نود جي ار اي مالتي بوينت دي اتكلمنا فيها، تونل كي كل الاجهزه الراوترات تكون في نفس التونل بيكون ليها كي، دي حاجه كده ايه السكيورتي. تمام، طيب بالراوتر 2، راوتر 2 اللي هقوله على راوتر 2 ينطبق على راوتر 3 وراوتر 4. انا بقول لراوتر 2 الاي بي بتاعك اوكي، الام تي يو دي قلناها، ام بي نيتشر بي اوثنتيكيشن دي عارفينها برضو. تمام، الاي بي نيتشر بي ماب انا بقول ايه هنا بقى؟ انا بقول لراوتر 2 بص يا سيدي، لو انت عايز تروح ل 192.16.2.1 روح الى 197.44.20.9، لان انت يا راوتر 2 تقدر تكونكت على بابليك اي بي بتاع راوتر 1 اللي هو 197.44.20.9. تمام، لو عايز تروح ل 2.1 تمام روح الى 177.44.20.9 اي بي ان اتش ار بي مان مالتي كاست 197.44.20.9، لان انا كاني بقول راوتر 2. لو انت عايز تروح الى او عايز تبعت من الاخر كده، لو انت عايز انا مش عارف 2.4 دي انا جيت 2.4 انا لغيتها اوريدي. اوكي، نعمل تي دو شو ران انترفيس تانل 0. تمام، انا بقول هنا لراوتر 2 ان الاي بي بتاع ال ان اتش اس اللي هو النكست هاب ريدان النكست هاب سيرفر اللي هو الهاب بتاعك، الاي بي بابليك بتاعه 197.44.20.9، والاي بي البرايفت بتاع الايه النكست هاب سيرفر اللي هو الهاب بتاعك 172.16.2.1. طبعا برضو هنا برضو اي بي ان اتش ار بي مالتي كاست، هنا برضو بالسطر ده انا بانيبل المالتي كاست باكتس ان هي تجو للاي بي ده اللي هو 197.44.20.9، لان خلي بالكم الراوتر طالما
بيسنس اللينك بتاعه وعارف ان اللينك بتاعه طالع على كارير والكارير ده doesn't support البرودكاست او المالتيكاست، فبالتالي الراوتر بيمنع طلوع اي باكت مالتيكاست او برودكاست. تمام، يعني المشغل اي جي ار بي مش هيمنع، هيمنع طلوع الايه الهلو بتاعت الاي جي ار بي اوت السيريال مثلا 3-0. تمام، لكن انا لما اضيف الامر ده برضو اي بي ان اتش ار بي مالتيكاست، يعني انا دلوقتي بعلمت الراوتر، عملت ايديوكيت للراوتر اللي هو يطلع على 197.44.20.9 هيعملها انيبل، يسمح لها يعمل لها بيرميشن. طيب ده الايه القصه بتاعت برضو التانل كونفيجريشن والديناميك مالتي بوينت في بي ان كونفيجريشن، اتمنى تكون اتفهمت. فاضل بقى حاجه اخيره في اللاب ده، وبعدين اقترح عليكم ان انتم بقى ايه تاخدوا بريك، لان الفيديو انا عارف ان هو ايه انا قدامي مسجل على ساعتين اهو، تمام داخل اللي هو دقيقه و59 دقيقه و59 تمام anyway او ساعه و59. اروح للراوتر 4 كونفتي اعمل بقى ايه، انا هروح للانترفيس سيريس ليس لزيرو، هعمل اي بي نت اوت، كمل بقى كونفيجريشن النت، وبعدين اعمل اي بي نت انسايد سورس ستاتيك يو دي بي 67 تمام 172 16 1 1 2 تمام الجلوبال او شت تمام يو دي بي اوكي هلا ستاتيك ماشي يو دي بي 172 16 1 2 بورت 67 طلعوا على الجلوبال. ممكن تعمل الجلوبال، تكتب الجلوبال 172 16 2 دوت 4، خلي بالكو ده الاي بي بتاع مش بتاع الفريم ريلي ده مش البوبليك اي بي بتاع راوتر 4 اللي انا ادخله هنا، لا لان كل الاجهزه هتروح الى الدي اتش سي بي سيرفر على 2 دوت 4 اللي هو الاي بي بتاع راوتر 4 جوه التونل مش جوه الفريم ريلي ميديا. تمام، اتمنى تكون فاهمين الجزئيه دي. تمام 67 ممكن ادوس انتر، او ممكن اعمل كالاتي، ممكن اشيل ده واكتب تونل زيرو، اربطه كده بايه تونل زيرو الاي بي اللي واخده الانترفيس اللوجيك اللي هو تونل زيرو. تمام يعني ايه كل طرق تؤدي الى روما انترفيس تونل زيرو 67. لو جيت عملت دو شو ران انترفيس لا دو شو ران بايب سيكشن اي بي نت، طبعا خلي بالكم بصوا الراوتر يعني سمارت انف اللي هو يعني حتى يعني ايه كتب ده مكان ده، يعني كان المفترض انا كاتب سطرين هنا مره على الاي بي ومره على الانترفيس، ولكن لان الراوتر عارف ان الانترفيس ده واخد الاي بي 172 دوت 1 لا 172 دوت 1 دوت 4 اللي هو فين اللي هو فوق هنا اهو 2 دوت 4، فطبعا بدله بقى حط بقى هنا تونل زيرو على بورت برضو بورت 67. طيب كلام جميل، نعمل بقى هنا دو رايت سايب كونفيجريشن هنا دو رايت وهنا دو رايت اوكي الراوتر 1 برضو هنا دور هنا نعمل رايت ونسايب بنسايب كده الاي كونفيجريشن بتاعتنا هنا رايت. طيب انا اعتبر خلصت لاب 33، اقترح عليكم ان انتم تاخدوا بريك ونكمل اللاب رقم 34. خدتوا بريك اللاب 34 بقى صغير بقى، يعني مش طالب حاجه مش طالب حاجات كتير. تمام احنا طبعا المفترض عملنا كل الكلام ده ان هو بيقول لك طبعا السطر الثالث ده الاكسكلود ده نشيله اللي هو فيرست 5 اي بيز ده المفترض ده يتشال. اوكي طبعا انا بعدل بقى السلايد دي بعد ما يخلص الفيديو اللي مش عايز يخلص ده نرجع الى لاب 34. لاب 34 بيقول لك configure ROS routing on a stack on router 3 so all PCs on site 3 can get an IP from the DHCP server. انا بقى هبدا ادي default gateways يعني هعمل بقى sub interfaces encapsulation .1q على الانترفيس ده في sub interface تشتغل كديفولت gateway على VLAN 10 وواحده اشتغل على VLAN 20. فنروح بقى على router 3 enable confty انترفيس فاست ايثرنت يوز لزيرو، هعمل الاول نو شت داون وبعد كده فاست ايثرنت يوز لزيرو بوينت 10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10 اوكي وبعدين اي بي ادرس 172 لا 172 ايه 192 دوت 1 224 وبعدين اي بي هيلبر ادرس يعني يا راوتر
اه خلي بالكو هو ازاي الجهاز ده هياخد اي بي من دي اتش تي بي سيرفر. قلنا ان الجهاز هيبعت الدي اتش تي بي ديسكفر، الراوتر هيتحول البرودكاست، الدي اتش تي بي ديسكفر برودكاست هيحولها الى يوني كاست. فانا هنا بقول للراوتر لو جت اي باكيت برودكاست جايه من سورس اي بي 68 رايحه على ديستنيشن اي بي 67 حولها الى يوني كاست وطلعها يوني كاست. يعني لازم اروح على يوني كاست ادرس، روح على 172.16.2.4 اللي هو راوتر 4. وطبعا انا خليت راوتر 4 ينات او يحول 2.4 لو جات له كونكشن على 2 او باكت على 2.4 على بورت 67 هيحولها الى 172.16.1.2 اللي هو دي اتش تي بي سيرفر. تمام. طيب بعدين انترفيس 20 اوكي برضو انكابسوليشن 20 بعدين IP 192 هي 33 وبعدين IP هيلبر. اها ممكن على فكرة IP هيلبر يتكتب من برا تقريبا ولا ايه؟ تقريبا مفترض الهيلبر في مشكله يا جماعه انا بواجهها. يعني الفكره في ايه؟ ان انا انا اغلب الاوامر اللي انا بديها في اللابات اللي انا بشتغل عليها يعني اغلبها انا طبقتها على ارض الواقع. القصه بقى ان انا يعني انا كنت هقول لك مثلا ان انا ممكن الهيلبر ده اعمله الاي بي هيلبر ده بدل ما اعمله تحت كل انترفيس اعمله جلوبال، ولكن الامر المفترض اي بي هيلبر ادرس بس هو مش موجود هنا. مشكله. يعني انا ببقى في المحاضره اقول ايه خلاص لا انا هشرح له بقى ازاي يعملها مره تحت كل انترفيس مره جلوبال، اكتشف بقى الاي او اس اصلا اللي انا بشتغل عليها مش بتسبورت ده، الواحد بيكون في موقف محرج. طيب تعالوا بقى ايه التست الدنيا بتاعتنا. بس قبل ما التست الدنيا بتاعتنا بقى ايه نعمل دو شو ران انترفيس بس انترنت زيرو او دو شو اي بي انترفيس بريف. دو شو اي بي انترفيس بريف ها ده السب انترفيسز بتاعتي يب اعمل دو شو ران انترفيس بس انترنت زيرو 0.10 اوكي. طب كلام جميل. وبعدين هعمل هنا بوينت 20 كلام جميل جدا حلو. هروح الى جهاز التكنيكال سبورت. المفترض جهاز التكنيكال سبورت داخل على فيلان كام؟ داخل على فيلان 20. لو جيت شو فيلان بريف اهو داخل على ايثرنت 2 داخل على فيلان 20. بعدين اروح الى جهاز بقى التكنيكال سبورت ده الفي بي سي دي هعمل امر اي بي دي اتش سي بي. ممكن ده فكرة دي تكون مشكلة في ال في بي سي ده. على فكرة دي مشكلة مفترض يعني هو ما خدش اي بي بس لا هو دي مشكلة على فكرة في البي بي سي مش مشكلة في الفي بي سي. في المشكلة في طبعا في مشاكل بتحصل في الاجهزة بتاعت الفي بي سي اللي هو فيرتشوال الفيرتشوال بيرسونال كمبيوتر. طب ممكن اخد اسحب راوتر مثلا ممكن اسحب راوتر كده اوكي هخلي الراوتر ياخد دي اتش سي بي اهو. تعال نبص كده اوصله على ايثرنت 2 افتحه ستارت نتست الدنيا بس بتاعتنا. يعني انا لو جيت مثلا على جهاز الماركتنج ده مثلا اوكي تخيلوا مثلا جيت عملت دي اتش سي بي ممكن اعمل اي بي دي اتش سي بي او دي اتش سي بي تن 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 ها احنا ممكن نعمل الاتي. لو انا مثلا رحت الراوتر 3 اوكي عملت دي بينج على 172.4 مفترض بيبنج اهو اوكي. طيب تكنيكال سبورت ده مثلا ممكن اديله لا الماركتنج ده ممكن اديله اي بي اللي هو 172.2. بس انا بس عايز اتاكد من حاجه كده من السب نت تو شور انترفيس بس بوينت 10 السب نت هنا 224 فعلا و20 224 فعلا. طيب الماركتنج بقى اديله اي بي 2 دوت ماركتنج ده اللي هو في لان كام بينا 10 2.10 مثلا سلاش 27 الديفولت جيت واي 1.1 لا 2.1 اوكي هعمل بينج على 192.1.2.1 المفروض بي بينج اهو. في هنا مشكله في مشكلة هنا ممكن تكون في سطر النت الناتنج مثلا على راوتر 4 لو انا رحت الراوتر مثلا 1 هنا وجيت عملت انترفيس بس ايثرنت 0 سلاش 0 اي بي ادرس دي اتش سي بي وشت داون شوف كده هياخد اي بي ولا لا
افترض ياخدوا اي بي. ممكن بقى ايه، بصوا يا شباب انا ممكن اعمل بقى ايه كابتشر الواير شارك على الراوتر 3 فاست ايثرنت لزيرو. اها هعمل كابتشر هنا ما بين الراوتر 3 للفريم ريلي و اها يعني هعمل كابتشر مره هنا باللينك ده ومره هنا ومره هعمله هنا. تمام ده برده كابتشر برده اها كابتشر برده اوكي. بس عايز اروح للراوتر 4 اعمل شوران اي بي شوران سيكشن اي بي نت. ممكن يكون في خطا هنا اي بي نت انسايد سورس ستاتيك كيو دي بي اها تانل 0. طيب لو جيت عملت شو اي بي نت ترانسليشن ترانسليشن يو دي بي اوكي ممكن ثواني بس في حاجه في حاجه هنا ممكن يعني ايه اعملها، هي كانت مطلوبه في لاب 33 بس انا ما خدتش بالي منها. يعني اللي انا قلت لك ان انا قلت اعمل اي جر بي، اي جر بي ما بين راوتر 1 وبين راوتر 2 راوتر 3 وراوتر 4. فانا اروح بس ايه هي تقريبا دي هتحل، ممكن تحل المشكله، ولو حلت اقول لكم هي اتحلت ليه. نتورك هنا 100 اوكي نتورك 172.16.2.0.0.0.0.7 وبعدين اوكي وبعدين هروح الى طبعا انا هخش على انترفيس تانل 0 وبعدين هعمل نو اي بي سبليت هورايزون اي اي جي ار بي 230 اوكي وبعدين هروح للراوتر 2 راوتر 2 انيبل راوتر اي اي جي ار بي 200 لا كونف تي راوتر اي اي جي ار بي 230 نتورك 172.16.2.0.2.0.0.7 هي على فكره دي هتحل دي هتحل المشكله على فكره يا جماعه. هقول لكم ليه، المفترض ان انا راوتر 3 هيطلع باكيت يونيكاست تمام راوتر 4 تمام، بس نكمل بس ايه عشان يعني ايه اكون متاكد برضو من الجزئيه دي وانا بقولها، حتى كمان موضوع الكابتشر ده هيوضح لنا الخطا هنا جاي في ايه. نتورك 172.16.2.0.0.0.7 واقول له نتورك 192.0.0.0.31 ومره 32 اها. المفترض اروح الى راوتر 4 وبعدين اروح على راوتر 4 اعمل شو اي بي راوت شو اي بي راوت 2.0.0.0.7 شو اي بي راوت المفروض راوتر 4 يكون عارف ال internal networks بتاعت راوتر 3 دو بينج 172.16.2.4 عملنا السبلت رايزم جيت عملت دو شو اي بي راوت على راوتر 1 اي بي راوت وعارف 2.0/24 ازاي ازاي الكلام ده؟ ممكن نعمل هنا على راوتر سينو اوتو سامري نو اوتو سامري تمام اوكي سورس دوت شو اي بي راوت عارف 2.32. طب روح راوتر 4 لسه 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 طيب هنا برضه نعمل نو اوتو راوتر اي اي جر بي 230 ونعمل برضه نو اوتو سامري وعلى راوتر 2 راوتر اي اي جر بي 230 نو اوتو سامري وراوتر 4 انا عملت انا ما عملتش اصلا اي جي ار بي الاي جي ار بي على راوتر 4 انا ما عملتش الاي جي ار بي على راوتر 4 230 نتورك 172.16.2.0.0.0.7 نو تو سامري دو شو اي بي راوت اهو ارى 202.32. طب لو انا جيت على الماركتنج هنا جهاز الماركتنج البي سي بتاعته وجيت عملت اي بي دي اتش سي بي خليه يطلب دي اتش سي بي تن تن في برضه نفس القصه. طيب لو رحت الراوتر ده شوان اهو دو شو اي بي انترفيس بريف 0/0 طيب اي بي ادرس دي اتش سي بي. طيب انا بما ان انا عملت كابتشر هنا وكابتشر هنا وكابتشر هنا
تعالوا نروح لل اه في مشكلة هنا في الواير واير شارك. الواير شارك عندي مش راضي يشتغل. not responding اهو جايب not responding عندي هنا. ممكن نعمل ايه؟ close close program. طيب لو انا رحت الجهاز الماركتينج وخليته ياخد برضو نفس الاي بي اللي هو كان واخده وعملت بينج على 172.16.2.4 اهو بيعرف يروح لاتنين دوت اربعة. هو انا ممكن احل المشكلة دي بس ايه يعني برضو في برضو ممكن اعمل انترفيس تونل زيرو نو اي بي نت اوتسايد وانترفيس بس تنزل زيرو هعمل نو اي بي نت اوتسايد بعدين انترفيس نو اي بي نت انسايد بعدين انترفيس تونل زيرو هعمل اي بي نت انيبل انترفيس بس تنزل زيرو ممكن هعمل هنا اي بي نت انيبل برضو. اوكي فجيت عملت اي بي دي اتش سي بي على الماركتنج اي بي دي اتش سي بي مشكلة هنا في الناتنج اللي هو في اشكالية هنا في الناتنج راوتر داش ون تمام. طيب نرجع تاني ترابل شوت بقى ده ترابل شوت. اوكي اي بي نت ترانزليشن شو اي بي نت ترانزليشن طيب كومبتي انترفيس تونل زيرو نو اي بي نت انيبل اي بي نت اوتسايد انترفيس بس ترانزيشن زيرو نو اي بي نت نو اي بي نت انيبل اي بي نت انسايد. اوكي بعدين دو شو ران اتاكد بالكونفجريشن بلس تي ترانزيشن زيرو بي نت انسايد تمام 252 تونل اي اي بي نت اوتسايد. اوكي وبعدين اي بي نت انسايد سورس ستاتيك يو دي بي 172.16.1.2 انترفيس تونل 067 المفترض كده يعني انا اعتقد كده الكونفيجريشن المفترض تكون صح. اوكي طيب نرجع تاني للراوتر 3 دو شو ران انترفيس هاسلي ترانزيشن 0.10 اها اي بي هيلبر 16 172.16.2.4 بي بينج بي بينج. اوكي و بس المشكلة بقى اللي الواير شارك اشتغل. طب نشحها ونشغل برضو الواير شارك تاني ممكن بقى ايه نجيب التاسك مانجر ممكن اعمل هنا على راوتر 4 ديباج اي بي نت ديباج اي بي نت بورتس بورت تمام. اوكي اروح على الماركتنج اعمل اي بي دي اتش سي بي اروح كده الراوتر 4 هل بيجي له اي حاجه ممكن اعمل ديباج اي بي نت ودوس انتر. اهو بصوا في نت بيحصل اهو ولكن برضو مش بياخد مش بياخد برضو اي بي يعني في نت اهو بيحصل. نروح بقى هنا الراوتر بور حصل هنا جات له باكيت جي ار اي السورس 2.33 اهو الديستنيشن ثواني ممكن نعمل انديباج انديباج اول اهو اوكي طيب 2.3 فين 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 اه 2 ماشي جات من 2.33
ديستنيشن 172.16 2.4 اوكي تحول ل 172.16.1.2 اها اه ممكن يكون المشكله في الدي اتش سي بي سيرفر ممكن ممكن انيبل شو ران سيكشن اي بي دي اتش سي بي بول اسمها ماركتنج مثلا او ماركتنج 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 اهو 2.1 اها يعني حتى الكونفيجريشن صح يعني هو تقريبا الراوتر هو راوتر 4 حسب اللي ظاهر عمل الكونفيجريشن صح اها جي ار اي اه سورس تمام لو جيت عملت الشو اي بي نت ترانسليشن اه تمام يعني لا هو كده تقريبا طب تعال نشوف بقى راوتر داش 1 تقريبا كده المفترض انها تشتغل انا مشكله ان انا بواجه مشكله من البي بي سي ان هو اوقات ما بيشتغلش طيب انترفيس اوقات ما بيبعتش باكيتس اصلا اي بي انترفيس باس تنزل 0 على راوتر داش 1 مثلا نشوت داون شوف برده ده هياخد ولا لا نروح الى راوتر 4 هنعمل برده ديباج اي بي نت اه 2.33 اها اها 1.2 ممكن تكون انا هروح برضو على راوتر 3 شو اي بي انترفيس شو اي بي او شو ران ماشي شو اي بي انترفيس بريف 2.1 و2.33 طيب بعدين شو ران انترفيس بس 0.10 الى 224 طيب و20 224 برضو اوكي برضو انا عندي مشكلة برضو طب لو انا جيت مثلا وصلت راوتر داش 1 ده مثلا مكان الماركتنج هنا باست ايثرنت 0.0 اها اوكي طيب نعمل اي بي ادرس دي اتش سي بي واحد اهو يعني في باك اهو جت 2.1 ل 2.4 ما خدش ليه بقى اي بي دو شو اي بي انترفيس بريف ما خدش ليه اي بي طب هنا نعمل ديباج اي بي باكيت او ممكن نعمل اون ديباج اول وممكن نعمل هنا ديباج ها ممكن نعمل ديباج اي بي هيلبر او هيلبر هنا طيب دي اتش سي بي ديتيل باكيت كونتنت ده اي بي ادرس دي اتش سي بي برضه جات له 2.1 برضه 2.4 في مشكله هنا في ال طيب ممكن نعمل كونف تي انترفيس لا ممكن نعمل اي بي نت انسايد سورس سورس ستاتيك كيو دي بي 172.16.1.2 بورت 68 دوت 2.4 68 exit interface with the 0 IP address DHCP
انا بس عملت ريستارت للبروجكت عشان برضو اقدر اشغل الكابتشرز. بصوا يا شباب، انا دلوقتي هبدا اعمل تكنيك، يعني مثلا التكنيكال سبورت هبدا اعمل من عليه دي اتش سي بي، امر دي جي اتش سي بي. هشوف الكابتشر اللي في اللينك ده، تمام؟ لا، اللي في اللينك اوت ار 3 اللي هو الكابتشر اللي هو في اللينك ده اهو، هو بيقول اللي هو مطلع. لو انا نزلت تحت خالص كده، هو مطلع دي اتش سي بي فعلا ديسكفر ووصلت الى ار 4 برضو. دي اتش سي بي ديسكفر وصلت الى ار 4. طب لو انا جيت عملت مره ثانيه، تمام، اهو دي اتش سي بي ديسكفر وصلت لار 4، ولكن ار 4 مش بيعمل نتنج، ما بيدخلش النت هنا. دي مشكله، يعني هي مشكله عندي في سطر النت. طبعا الكابتشر بقى وضح لي الموضوع ده، يعني انا لقيت دي اتش سي بي ديسكفر في اللينك ده واللينك ده، ولكن مش موجود في اللينك ده، تمام. هنا بقى انا عرفت كده ايه المشكله بتاعتي، حصرتها. اروح بقى الى ار 4، ابدا اعمل دو شو ران انترفيس فاست ايثرنت يوز لزيرو، تمام. الاي بي، ادي الاي بي، اي بي نت انسايد، اها اوكي. طيب انا ممكن اعمل نو اي بي نت، او اعمل دو شو ران سيكشن اي بي نت. اوكي، هعمل هنا نو اي بي نت، او ممكن اعمل نو هنا، اها وكليك يمين انتر. بعدين هعمل اي بي نت انسايد، اي بي نت انسايد سورس ستاتيك يو دي بي. عيده مره ثانيه كده، 1.2 افترض هو ده اللوكال اللي هو 172.16.1.2 67 192.16.2.4 67. ممكن اعمل دو شو اي بي نت، ماشي تمام. اوكي طيب. لو جيت عملت مره تانية كده تكنيكال سبورت تي اتش سي بي، برضو مفيش اي حاجه بتوصل. بس انا عايز اتاكد برضو من حاجه، الباكيت دي جايه اهو من سورس بورت، ماشي 67. المفترض بقى ما يجي يعمل اوفر وكده بيطلع من 68، بس anyway الديستنيشن بورت 67. وانا قلت للراوتر، طب انا ممكن اعدل، ممكن اعمل الام في اي نت، نشوف بقى، هوريكم بقى الام في اي نت ايه بيتعمل ازاي. ده هاجي بس هعمل نو، وبعدين هاخد ده كليك يمين كده، اها. طيب نعمل كده سبيس، تمام. وبعدين هعمل اي بي نت سورس ستاتيك يو دي بي 167.16.1.2 67 172.16.2.4 67 اوكي. بس لو انا اعمل بينج على 172.16.2.1.2 اللي هو دي اتش سي بي، دي اتش سي بي، بيبنج اهو على دي اتش سي بي، تمام. وبعدين هروح الى انترفيس تونل زيرو، هعمل نو اي بي نت اوتسايد، اوكي. وبعدين اعمل اي بي نت انيبل، وبعدين انترفيس باس ايثرنت يوز لزيرو، نو اي بي نت انسايد، هعمل اي بي نت انيبل. نشوف مره ثانيه كده هيشتغل ولا لا. تكنيكال سبورت اي بي دي اتش سي بي، اي بي دي اتش سي بي، اهو دي اتش سي بي ديسكفر. هو هاز 1.1. طب دو شو ايبر اوت اهو. لا ثواني بقى، ده كده في دي اتش سي بي ديسكفر اهو. هو عمل نيتنج دلوقتي على فكره، عمل النيتنج. اوكي برودكاست، مين اللي طلع البرودكاست؟ ما هو از 192.168.1 تل 1.2 دي اتش سي بي ديسكفر، 1.1 ده دي اتش سي بي، دي اتش سي بي سيرفر. لو رحنا للدي اتش سي بي هنا، اوكي، يعني انا مفترض ال باكت عندي جت من 2.33. طيب دي اتش سي بي سيرفر، هروح هنا دي اتش سي بي سيرفر، اي بي كوم تي، اي بي ديفولت جيت واي، حدد الجيت واي بتاعته 192.16.1.1.
اوكي اجي مرة تانية هنا على التكنيكال سبورت تاني اهو دي اتش سي بي ديسكفر دي اتش سي بي اوفر ريكوست اها اكنولجمنت تمام. هي القصة يعني القصة هنا كان في حاجتين انا عملت الاي بي نت ان في اي او النتنج او النت فيرتشوال انترفيس ان انا لغيت قصه الانسايد والاوتسايد يعني انا لغيت قصه الايه الانسايد والاوتسايد على كل يعني انا هنا لغيت قصه الفاسيتانيز يوش لزيرو اي بي نت انسايد وهنا اي بي نت اوتسايد لغيت حته الاتجاهات تمام وبعدين انا حددت الدي اتش سي بي سيرفر الاي بي الديفولت جيت واي بتاعته مع اني تقريبا انا كنت مدخل يا شباب يعني انا كنت مدخلها اللي حددت الدي ديفولت جيت واي بتاعه الدي اتش بي سيرفر اللي انا حولت البي سي وبعدين نوع اي بي راوتنج بعد كده عملت الاي بي بتاع الفاست ترانزيشن زيرو بعد كده مفترض ان هو اديته اي بي ديفولت جيت واي بس anyway هي كانت القصه انا عرفت دي ازاي يعني انا عرفت دي ازاي بمنتهى البساطه انا رحت شفت في الارب ان انا لقيت ان الماك ادرس ده تمام بيسال هو 192.168.1 الاي بي بتاعه كام الاي بي بتاعه كام بس انا هنا عندي جزئيه هو اشمعنى سال على 192.168.1 يعني 192.168.1 ده يعني هو كده تقريبا كان عايز يبينج على اهو 1.1 اهو اها هو هنا ماشي 1.1 1.2 انا كده عملت بينج وبعد كده جيت اوكي بس الفكرة هنا اشمعنى كان عايز يسأل على 192.168.1 يعني اتمنى اللي انتوا ايه لو اللي يعرفكوا الاجابة يبلغني بس يعني الواحد بس برضو مش عايز ايه يعني ممكن ده مشكلة مثلا في جينس 3 الاميوليشن طبعا ايه ملوش كبير anyway فانا بالتالي كده عندي تكنيكال سبورت خد اي بي لو رحت للماركتينج الماركتينج خد هياخد اي بي برضو دي اتش بي ها اها خد برضو اوكي خد اي بي تمام كلام جميل جدا طيب يبقى انا بعيد تاني انا ال MVI او النات فيرتشوال انترفيس منتهى البساطه كده لو انا جيت رحت عملت شو ران انا جيت عملت بصوا يا شباب الفرق ان انا باجي هي هو على فكره الاي بي نت انيبل هو بيفضل يعني بقى بيفضل ان انا اعمل اي بي نت انيبل تحت اي فيرتشوال انترفيس تحت التونل انترفيس فيلان يفضل ان انا اعمل نت بس الفكره ان انا هنا هعمل اي بي نت بدل ما اعمل اي بي نت انسايد سورس ستاتيك لا انا بعمل اي بي نت سورس اي بي نت يعني اي بي نت انسايد سورس ستاتيك انا بعمل اي بي نت سورس ستاتيك على طول من غير انسايد دي وبعدين بروح تحت الباست ترانزيشن للزيرو اديله اي بي اي بي نت ان اي بي نت انيبل اها وبعدين بروح تحت التونل اعمل برضو اي بي نت اي بي نت انيبل فين التونل اهي اي بي نت انيبل تمام هي يفضل ان انا اعمل الان في اي لو انا هعمل يعني لو هعمل نت من فيزيكال انترفيس لفيزيكال انترفيس يعني من فاست ترانزيشن زيرو سيريال فيزيكال انترفيسز اعمله بالنت العادي تمام او الليجاسي نت لكن لو انا من فاست ايثرنت لي تونل يفضل ان انا اعمله بال ان في اي النت فيرتشوال انترفيس وده اللي انا عملته دلوقتي تمام لكن برضو يعني انا عملته على فكره برضو يعني انا ممكن تشغله كده تشغله برضو على الليجاسي نت ممكن يشتغل معاك ممكن لا انا اعتمدت ان هو ممكن يشتغل معايا بالليجاسي نت ولكن خلاص هو اشتغل دلوقتي معايا بالاي بي نت انيبل اوكي ده دلوقتي خلص لاب 34 دي الريكويرمنتس بتاعت لاب 35 بيقول لك كونفيجر اول بوينت تو بوينت لينكس اون سايت 1 اند سايت 2 configure trunking VLANs and BTP on site 1 and site 2 set switch 2 on site dash 1 to P default gateway for VLAN 10 and 20 configure switch 4 to P the default gateway for VLAN 20 and 30 من 10 and 40 وهنا 20 and 30 طيب set switch 9 on site 2 to P default gateway for VLAN 10 20 30 40 ده في سايت 2 configure OSPF on site dash 1 to merge the infrastructure into area 0 configure RIP version 2 on site dash 2 configure OSPF to HRP and RIP version 2 to HRP redistribution so any PC on site dash 1 on site dash 2 can get an IP from the DHCP server طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا احنا وضحنا برضو الحاجات دي كلها قبل ما نبدا في اول لاب خالص. هنبدا من اول سايت 2. تعال نبدا من اول سايت 2. سويتش 9 ده اللي هيكون الديفولت جيت واي بالنسبه للفيلانز اللي هو فيلان 10 20 و 30 و 40. نكشف برضو كده الايه الانترفيسز. بس الاول هحول البورتس لترانك. اي بورت ما بين سويتش وسويتش يا جماعه اعمل اخر كده نحوله ايه لترانك ما لم يكن هذا اللينك لاير 3. يعني مثلا لو انا رحت الى سايت 1 انا عندي اللينك ما بين سويتش 1 وسويتش 3 ده لاير 3 تمام. وبالتالي سويتش 2 ده يكون ديفولت جيت واي على فيلان 1040 وفيلان وسويتش 4 هيكون ديفولت جيت واي على فيلان 20 و30. طب احنا نبدا من اول سويتش داش 9. احنا بس كده نشوف هو في اي حاجه تانية. طيب كلام جميل. نبدا من اول سويتش داش 9. اوكي. اول حاجه انا عندي انا من enable compt enter اعمل بس الامر اي بي راوتنج عشان احول السويتش ده لمالتي لاير. اي بي راوتنج لمالتي لاير انترفيس ايثرنت 0/1 انترفيس ايثرنت 0/1 اللي هو ما بين السويتش داش 9 وراوتر 2. لو جيت اديته اي بي ادرس بصوا هتلاقي الايه الامر unrecognized command الا اما اعمل نو سويتش بورت. كده حولته من لاير 2 بورت الى لاير 3 بورت. اديله اي بي ادرس 10.0.0.9.30 والراوتر الناحيه الثانيه يكون 29.255.252. بعدين نعمل نو شوت داون. صغر بس التيرمينال شويه بحيث ان هي تدخل في الكادر. اها بعدين هعمل انترفيس رينج ايثرنت 0/0 ل 2 انترفيس رينج ايثرنت 0/1. ثواني كده هو ده ايثرنت 0/1. اوكي انترفيس رينج ايثرنت 0/0 في مشكله في ال تمام 0/0 ايثرنت 0/2. اوكي ده حول السويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. اوكي وبعدين هكونفيجر كده عملت الكونفيجريشن للترنك. الاول بس انا عايزك تعدي على كل السويتشات تظبط الترنكات بتاعتها. يعني مثلا انا عندي هنا سويتش 10 سويتش 10 طبعا انا موصل كام لينك. ادي لينك 2 3 4 5 6 6 لينكات. يعني هبدا ما هعمل رينج كده من اول انا عندي 0/0 لحد 0/3 ومن 1/0 لحد 1/1. اوكي يبقى كده فعلا 6 6 لينكات لان كل مديول عندي فيه 3 4 بورت. انيبل كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0/0 الى 3 وايثرنت 1/0 الى 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. وبعدين هروح الى سويتش 11 نيبل كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0/0 الى 3 و 1/0 الى 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو تمام. واروح الى سويتش 15 انيبل كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0/0 الى 1 بس لان ال 0/2 ده هيكون سويتش بورت مود اكسس ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. وبعدين هروح الى سويتش 16 كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0/0 تو لا 1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو. وبعدين هروح الى سويتش 13 برضه نفتح كده سويتش 12 سويتش 13 enable confity interface range ethernet 0/0 on switch port trunk encapsulation 2q switch port mode trunk. واروح الى switch 12 enable confity interface range ethernet 0/0 on switch port trunk encapsulation 2q switch port mode trunk. طيب كلام جميل جدا. بعد كده هفعل ال VTP version 3. هروح ارجع بقى للسويتش داش 9 هعمل VTP domain debugs-eg.com وبعدين VTP password 123@cisco اوكي VTP mode server وبعدين VTP version 3
على كده ارجع اكزيت او ممكن تقريبا ممكن اطلع كونفي تي اعمل دو في تي بي برايمري. طالما ده هيتكتب اي حاجه بتتكتب بالبريفليج ممكن اكتبها في الجلوبال كومبليشن او سب كومبليشن بس قبلها دو تمام is becoming a primary server. تمام اهو حلو قوي كده. وبعدين هعمل بقى ايه VLAN 10 نيم اي تي VLAN 20 نيم سيلز VLAN 30 نيم بي ار VLAN 40 نيم اتش ار اعمل اكزيت دو شو VLAN بريف اها الفور VLANs بتاعتي ظهرت اهي كلام جميل. وبعد كده هعمل انترفيس VLAN 10 اي بي ادرس 192.168.1.com بقى واحد دوت كام 1.129 ده خلي بالكم ده بقى السويتش ده هيكون الديفولت جيت واي على VLAN 10 20 30 40 129 255 255 254 وبعدين نو شت داون. بعد كده VLAN 20 هيكون 193 لا 161 اوكي نو شت داون. بعد كده VLAN 30 اها يكون هنا 193 بعدين نو شت داون. بعد كده VLAN 40 VLAN 40 هيكون 225 نو شت داون اها حلو قوي كده. كده خليت سويتش داش 9 ده اللي يكون الديفولت جيت واي. بعد كده بقى فاضل احرك السويتشات الثانيه بقى للفي تي بي دومين اها اكزيت هنا في تي بي دومين ديبجز اي جي دوت كوم وبعدين في تي بي مود كلاينت وبعدين في تي بي باسورد 123 ات سيسكو في تي بي فيرجن 3 اها وبعدين هروح ايه ده بيقول فيرجن كانسلت فيرجن 3 بيكوز دومين نيم از نوت كونفيجرد ما انا لسه مدخله اهو في تي بي دومين اها ديبجز داش اي جي دوت كوم اه تمام وبعدين في تي بي فيرجن 3 اوكي اروح بقى سويتش 11 في تي بي دومين ديبجز داش اي جي دوت كوم وبعدين VTP version 3 VTP password 123 at Cisco VTP mode client اها وبعدين اروح للسويتش 15 VTP domain debugs dash eg.com وبعدين VTP اوكي تاني كده اها ماشي VTP version 3 تمام VTP mode VTB mood client VTB password 123 at Cisco وجيت عملت مثلا هنا دوشو VLAN اها ال VLANs اتكبيرت هنا تمام اروح على VTB على سويتش 14 VTB domain debugs-eg.com VTB mood client VTB password 123 at Cisco VTB version 3 اوكي ماشي تاني اها وبعدين VTB version 3 نروح الى سويتش 13 VTB domain debugs-eg.com VTB mood client VTB version 3 ماشي اها تمام VTB password 123 at Cisco اها وبعدين اروح الى في سويتشات ثانيه ولا ايه؟ طب هو ده الحمد لله اخر سويتش على انت بعد كده VTB domain debugs-eg.com بعد كده VTB mood client VTB password 123 at Cisco VTB mood المود خلاص version 3 do show VLAN اها تمام حلو قوي كده. اروح بقى على كل سويتش من دول ادخل اعمل بقى السويتش اكسس بقى او البورت اكسس يعني مثلا دخل ايثرنت 0/2 وصل اي تي على VLAN 10 وهكذا بقى على بقيه السويتشات فين VLAN 15 سويتش 15 اهو. طيب حلو انترفيس انترفيس ايثرنت 0/2 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 10
تمام. بعد كده اروح على 14 السيل اللي هو VLAN 20 دي سلاش 2 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 20 وبعدين هروح الى 13 انترفيس VTP انترفيس ايثرنت دي سلاش 2 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 30 وبعدين هروح الى هنا برضو سويتش 12 انترفيس ده اللي رايح على بقى ايه سويتش 12 ده تقريبا اللي رايح على VLAN 40 اللي هو ايثرنت دي سلاش 2 رايح على اتش ار اللي هو VLAN 40 ايثرنت دي سلاش 2 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس VLAN 40 عظيم جدا جدا جدا. طيب في سويتش فاضل ايه تاني؟ فاضل ان انا دلوقتي عندي سويتش لاش 9 ده اللي هو دلوقتي الجيت واي. طيب حلو قوي كده. وبعدين انا هعلن عن الفيلانز دي كلها الى مين؟ هعلن عنها ريب فيرجن 2 الى راوتر 2 تمام. فانا هخش على سويتش لاش 9 هعمل راوتر ريب فيرجن 2 نتورك. النتورك بتاعتي ايه بقى؟ 192.168.128 وبعدين مرة 160 وبعدين مرة 192 وبعدين مرة 224 وبعدين هنعمل نو اوتو سامري اوكي. وبعدين هروح الى الراوتر 2 لسه بقى وبعدين نتورك برضو 10.0.0.128 بعد كده هروح للراوتر 2 اوكي. الراوتر 2 انيبل كونفتي راوتر ريب فيرجن 2 فيرجن 2 تاني الراوتر ريب فيرجن 2 وبعدين نتورك 10.0.0.128 نو اوتو سامري وبعدين هعمل ريديستريبيوت من الاي اي جي ار بي اللي هو رقمه 230 الى 230 ماشي. مترك خليها 1 هخلي المترك هنا 1 او ماشي هخلي مثلا مترك هنا 1 خليها 1 وبعدين هروح الراوتر اي اي جي ار بي 230 هعمل ريديستريبيوت من الريب متريك مثلا هنا الباندوتس هنا مثلا خليها 100 ميجا بت بير سكند الديلي خليها 200 ده طبعا انتنز مايكرو سكند يعني خليها هنا 200 مثلا الديلي هخليه او الريلايبيليتي تقريبا هو ده الريلايبيليتي الريلايبيليتي هخليها 255 عشان 100% ريلايبل لود 1 الام تي يو 1500 ادوس انتر. اها لو جيت رحت الى سويتش 9 جيت عملت دو شو اي بي راوت ريب لسه اوكي لسه ما استقبلش حاجه. طب الاول بس اروح الى راوتر 2 جيت عملت دو شو ثواني وانا في راوتر 2 اصلا لسه ما عملتش الكونفيجريشن بتاعت باس 80.0 اي بي ادرس 10.0.0.29 255 252 نو شت داون. اها دو شو اي بي راوت ريب لسه بقى طبعا الريب ده بياخد 30 ثانيه clear clear IP route asterisk show IP route اهو الرب اهو بدا يقرا تمام. هروح الى سويتش 9 نعمل clear IP route تمام نعمله كده ريفرش وبعدين show IP route show IP route اها بصوا يا شباب هو ارى هو رب هنا فوق ال 192.16.2.0 اللي هي النتورك بتاعت الديناميك مالتي بوينت في بي ان وارى برده ال 2.0 وال 2.32 اللي هي فين؟ اللي هي دي اللي هي بين 10 و20 تمام. طيب حلو اشغل التكنيكال سبورت واشغل جهاز مثلا من فوق كده البي ار ده اشغله ستارت هجرب مثلا اشوف الاثنين هل بياخدوا اي بي هات ولا لا يقدروا يبينجوا على بعض ولا لا اوكي اها كده الجهاز التكنيكال سبورت وهعمل دي اتش سي بي ايه ده بقى طيب نجرب كده من نفس المشكله ظهرت اوكي طب تعالوا كده من هنا ده مثلا دي اتش سي بي ونتاكد برده الكونفيجريشن بتاعت النت enable show run by ip net
سيكشن اي بي نت، سيكشن اي بي نت اي بي نت سورس ستاتيك كيو دي بي اهو، بعدين دي جي سي بي سيرفر انيبل شو ران سيكشن اي بي ديفولت جيت واي، اي بي ديفولت جيت واي محدد اهو الاي بي ديفولت جيت واي بتاعتي. اوكي طيب تمام. اروح على بس فاست ايثرنت على راوتر 3، انا في حاجه نسيتها يعني، انا بس اتاكد ان انا على اروح بس الراوتر 3 اشوف الامر بتاع الهيلبر داخل ولا لا، اصل خلي بالكم ان انا بقفل اللاب وبعد كده سيف الكونفيجريشن وبعد كده افتحه مره ثانيه طبعا عشان انزل لكم اللابات بالكونفيجريشن بتاعتها، عشان لو عايزين تتاكدوا من الحل يعني هيكون قصادك ايه. يعني انتوا لاحظين كده ان انا اللابات هنا عامل اللاب مثلا 35 لاب 35 فاينل تمام، فانا بخلص مثلا لاب 34 وبعد كده بحط ملف الكونفيجريشن بتاعه في الفاينل وبعدين افتح لك لاب 35 وهكذا تمام. فممكن يكون بس ايه لو جيت رحت كده شورا انترفيس فاست ترانزيستور 0.10 الهيلبر داخل هنا. طيب تعالوا على الماركتنج كده مثلا، يعني مثلا الماركتنج هنا خد اي بي خد اي بي تكلك السبورت مش عارف ليه مش راضي ياخد بقى دي اتش سي بي اه خد اي بي اهو خد اي بي تمام اوكي. طيب نروح على انا بضحك بقى لان الموضوع يعني بيمشي باي لك كده، بس ده بقى الجي ان اس 3 يعني ده ايه عشان بنشتغل على ايميوليشن بلاتفورم. هروح بس الاول على كونف تي سويتش داش 9، هخش على انترفيس في لان 10 وبعدين هعمل امر اي بي هيلبر ادرس 172.16.2.4 اوكي، وبعدين هروح برده في لان 20 اعمل برده نفس الامر بتاع الاي بي هيلبر ادرس عشان يعدي اي بروكاست دي اتش سي بي ديسكفر يعديها الى يطلعها بره بيوني كاست باكيت زي ما احنا شرحنا. فبالتالي جهاز البي ار مفترض هياخد اي بي بقى، جهاز البي ار ها ده مفترض ياخد اي بي دلوقتي خد اي بي فعلا، عظيم جدا عظيم جدا عظيم جدا. طيب الجهاز اللي هو بتاع الماركتنج خد 2.11، فتعالوا بقى على جهاز البي ار نعمل بينج على 192.168.2.11 بي بينج معايا اهو بي بينج ماشي زي الفل اهو، وهنعمل تريس 192.168.2.11 اهو بيروح على 192.168.193 اللي هو سويتش 9، وبعد كده سويتش 9 بيطلعه الى الراوتر اللي هو راوتر 2، وبعد كده راوتر 2 بيوديه ل 2.1 اللي هو راوتر 1 اوكي، وبعد كده راوتر 1 وداه الى راوتر 3 تمام، وبعدين راح بقى ايه الى الجهاز اوكي. طيب انا كده يعتبر خلصت السايد ده، فاضل بقى على ايه السايد داش 1، نبدا بقى ندي الكونفيجريشن بتاعتنا بنفس الكونسبت، بس خلي بالكم سويتش داش 2 سويتش داش 4 هيكونوا ايه ديفولت جيت واي على السويتش داش 2 هيكون ديفولت جيت واي على فيلان 1040 وسويتش داش 4 هيكون ديفولت جيت واي على فيلان على فيلان 20 و30. نبدا بقى من اول نقفل بقى كل التيرمينالز دي، نفتح بقى ايه سويتش 1 سويتش 1 نفتح سويتش 3 سويتش 4 وسويتش 2 وسويتش 7 8 وسويتش 6 وسويتش 5. كلام جميل، نبدأ من اول سويتش 1 enable comp t IP routing interface ethernet 0/3. طبعا بقى ايه بالنظر للاي بي انت هتعرف بقى انا بدي الاي بي دي ليه 10.0.2.252 اوكي تمام وبعدين ايثر انترفيس ايثرنت 0/2 نو سويتش بورت اي بي ادرس 10.0.0.5 10.0.252 نو شوت وبعدين 0/0 اي بي ادرس 10.0.0.9
52 وشطر كده ايثرنت سلاش 1 اي بي ادرس 10.0.0.17 اها 52 وشط تمام. طيب بعدين هروح الى سويتش داش 3 enable conft interface ethernet slash 2 no switch port ip address 10.0.0.6 بعدين 255.252 interface ethernet 0 slash 0 no ماشي no switch port ip address 10.0.0.13 252 no shot. بعد كده 0/1 IP address لا switch port no switch port no switch port بعد كده IP address 10.0.0.21 اها 252 no shot. اوكي وبعدين هروح على switch port switch port switch port ده قصة لوحده بقى. enable conft interface ethernet 0/2 ده اللي رايح الى switch dash 3 IP no switch port بعدين IP address 10.0.0.22 52 عارف هو كده مش هيظهر لكم في الكادر اهو طالع اهو فوق كده اها interface ethernet 0/0 IP address مشكلة عندي ان انا اها طيب حلو كده بتهيألي كويس كده كويس. طيب 0/0 ده اللي رايح على switch 1 no switch port no switch port بعد كده IP address 10.0.0.10 10 252 كده 0/1 IP address 10.0.0.25 52 طيب اوكي no switch port وبعدين ادخل هنا برضو 25 طيب حلو هروح الى switch dash 2 بعدين switch dash 2 enable conft interface ethernet 0/0/2 no switch port ipx ip address 10.0.0.18.18 252 بعد كده 0/0 10.0.0.14 255 252 no switch port وبعدين IP اوكي وبعدين 0/1 هنديله بقى ايه IP 26 برضو no switch port وبعدين اوكي طبعا انا هو تقريبا انا عشان ما عملتش الاي بي راوتنج من بره لو انا عملت الاي بي راوتنج من بره طبعا هيحول كل البورتس تقريبا لنو سويتش بورت ممكن يشغلها كلاير 3 anyway انا دلوقتي على خلصت كده اللاير 3 لينكس اوكي هروح الى هبدا بقى العب في الفي تي بي والكلام ده كله والترانكات على من اول سويتش 2 سويتش 4 طيب سويتش 2 ايه البورتس اللي حولها ترانك 1/2 1/1 1/0 و0/3 تمام كده يبقى كون يبقى انترفيس رينج ايثرنت 1/2 1/1 1/0 و0/3 ايثرنت سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك وبعدين اعمل بقى الفي تي بي في تي بي دومين ديباجز داش اي جي دوت كوم في تي بي مود سيرفر في تي بي باسورد 123 ات سيسكو في تي بي في حاجه تاني تقريبا لا في تي بي فيرجن في تي بي فيرجن 3 دو في تي بي برايمري تمام حلو قوي كده اوكي اروح على سويتش بور برضو انترفيس رينج ايثرنت 0/0 و0/1/0 و1/1/1 و1/2 switch port trunk encapsulation dot 1 queue switch port mod trunk وبعدين btb domain debugs dash eg dot com بعد كده btb do mood client بعدين btb password 123 at cisco بعد كده btb mood لا btb version 3 وبعدين خلاص تمام كده هروح الى switch dash 2 هبدا اعمل vlan vlan 10 name it vlan 20 name sales vlan 30 name pr vlan 40 name hr
اوكي طيب اروح الى سويتش 5 من اول سويتش 7 بقى سويتش 7 enable confty interface نكبر التيرمينال شويه اها انا على فكره بحب اشتغل على التيرمينال اللي هي الرفيعه دي الا بقى لو ايه هستخدم اوامر الشو تبقى الموضوع صعب بقى اضطر اكبر التيرمينال طيب interface range ethernet is 01 تمام switch port trunk encapsulation dot 1q switch port mode trunk اوكي بعدين interface ethernet اوكي بعدين هعمل vtb domain debugs-eg.com وبعدين vtb mode client vtp password 123 at cisco وبعدين vtp version 3 اوكي اوكي تمام من الديبجز تمام بين فيرجن 3 اها رجعنا عملنا دوشو فيلان الفيلان اتكريتت عندي اهي فيلان 30 مش متكريته طيب فيلان 40 مش متكريته شو فيلان بريف طيب ونرجع تاني سويتش 7 بريف لا بريف فيلان 40 ظهرت اهي اوكي سويتش 8 بس على سويتش 7 برضو ادخل ايه الانترفيس انترفيس ايثرنت 0/2 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 10 تمام وبعدين اروح الى سويتش 8 انترفيس انيبل كونفتي انترفيس رينج ايثرنت 0/1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كي سويتش بورت مود ترانك بي تي بي دومين ديبجز داش اي جي دوت كوم بي تي بي باسورد 123 at Cisco VTP mood client VTP VTP version 3 interface بس الأول دوشو VTP دوشو VLAN brief دوشو VLAN brief ها تمام بعد كده interface Ethernet 0/2 switchport mode access switchport access VLAN 20 اوكي هروح إلى switch 6 enable confty interface range ethernet 0/1 switch port mode trunk switch port switch port trunk encapsulation dot 1q switch port mode trunk وبعد كده enter vtp domain debugs dash eg.com وبعدين vtp mode client vtp password 123123 at Cisco طيب اوكي وبعدين VTP VTP version 3 هروح الى سويتش 5 لسه بقى لسه interface ethernet 0/2 switch port mode access switch port access VLAN 30 هروح الى سويتش 5 enable confty interface range ethernet 0/1 switch port trunk encapsulation dot 1q switch port mode trunk وبعدين VTP do vtp mode client vtp password 123 at cisco vtp mode المود خلاص عملتها vtp domain debugs-eg.com vtp vtp version 3 لو شو vlan تمام vlan اهي جت تمام حلو interface ethernet 0/2 switch port mode access switch port access vlan 40 حلو قوي كده هخلي سويتش 2 هخليه ديفولت كتوي على VLAN 10 و40 يبقى انترفيس VLAN 10 192.168.1.224 نشط وبعد كده VLAN 40 VLAN 40 كام VLAN 40 96 يعني ده هيبقى 97 97 بعد كده نشط بعدين اروح لسويتش 4 اخليه ديفولت جيت واي على VLAN 20 نو شوت اي بي ادرس 192.168.1.33.255.224 وبعدين انترفيس VLAN 30 لا 30 اوكي 65 اها نو شوت نو شوت وبعدين هشغل بقى الايه ال او اس بي اف تمام فهروح على سويتش داش 1 من اول سويتش داش 1 كده هعمل راوتر راوتر او اس بي اف 1 نتورك اربع اصفار 4255 يعني انا كده هيدخل اي انترفيس ليها لير 3 او اي بي فيرجن 4 هيدخلها على اريا 0 تمام فممكن بقى ايه نعمل دوشو ران سيكشن راوتر او اس بي اف 1 اها ناخد بقى الايه الامر الامرين دول
اوكي هروح الى سويتش 3 سويتش انا هدخل سويتش 3 وسويتش 2 سويتش 4 اوكي وهنا سويتش 4 وسويتش 2 اها حلو قوي بعدين هروح الى دلوقتي بدأوا يبعتوا نيبرز لبعضهم تمام هروح الى راوتر 1 راوتر 1 اهو منيبل كونف تي راوتر او اس بي اف 1 نتورك 10.0.0 دوت كام بقى دوت 0 اوكي 0003 اريا 0 وبعدين هروح الى ريديستريبيوت اي اج بي 230 متريك متريك تايب 1 يعني هيحصل انكريمنت في المتريك بس هعمل هنا كلاس هعمل سبنتس برضو عشان يعلن عن السبنتس يديستريبيوت السبنتس اي بيز من ال من الاي اج ار بي تمام انا ما حددتش المتريك هنا في المتريك باي ديفولت هيكون ب 20 تمام انا ما حددتش المتريك للادفيرتايزمنتس اللي هتيجي من الاي اج ار بي للاو اس بي اف فباي ديفولت هيكون ب 20 ومتريك تايب 1 هيحصل انكريمنت يعني سويتش 1 هيضيف انكريمنت على وهيعمل انكريمنت هيزود قيمه على المتريك اللي شايف بيها ار 1 الاي ريديستريبيوتد نتوركس وهكذا تمام فانا هروح برده راوتر اي اج ار بي 230 redistributed OSPF1 metric اوكي ممكن اعملها مثلا ايه 50000 اوكي 255 1500 تمام بعد القيم اللي احنا بقى ايه الباندويتس دي الديلي ده الريلابيليتي اللودنج الام تي يو عظيم جدا وبعدين هروح الى انترفيس باس تي تمييز ل 0 دي الاي بي بقى 10.0.0.1 255 252 نو شوت نو شوت عظيم جدا عظيم جدا عظيم جدا طيب لو انا الكونفيجريشن عندي سليمه يبقى انا مثلا لو جيت على سويتش 3 جيت عملت دوبينج دوبينج على 172 116 2 دوت 4 راوتر 4 يبنج المفترض مش بيبنج مش بيبنج طيب حلو هروح الى سويتش داش 1 وهعمل دو شو اي بي راوت اها وي 1 تمام اهو وقاري هنا تمام بروح الى سويتش 3 لو جيت ادي شو اي بي راوت اها المفترض اهو يعني اها طيب 172 16 2 دوت 4 اهو بيبنج تمام اهو بيبنج اهو عظيم جدا طيب اجرب بقى ايه من الاتش ار داش 1 ده مثلا او الاي تي هنا اجرب هنا الاي تي ياخد اي بي بس الهيلبر ادرس الهيلبر ادرس تحت السويتش 4 وسويتش 2 تمام سويتش 2 مثلا لانه ديفولت جيت واي على في لان 10 و40 فاخش على في لان 10 اعمل اي بي هيلدر ادرس 172 16 2 دوت 4 وفي لان 40 نفس القصه وبعدين هروح على هاخد ده كده كوبي كوبي اها ممكن اخش على سويتش 4 بقى اعمل ايه انترفيس رينج في لان 10 وفي لان 40 في لان 20 وفي لان 40 في لان 20 وفي لان 30 اوكي وبعدين اي بي هيلبر ادرس ها انتر اوكي هروح على جهاز الاي تي كيمين كده ستارت وبعدين نفتحه دي اتش سي بي ها شو بقى الراجل ده هياخد دي اتش سي بي ولا لا اهو خد اي بي فعلا عظيم جدا طيب لو انا جيت عملت بينج على 192.168.2.11 اهو بيبنج 2.11 اللي هو مين اللي هو الجهاز الماركتنج تقريبا جهاز الماركتنج اللي هو الجهاز ده اوكي تمام عظيم جدا يبقى انا عندي كده كل الكونفيجريشن بتاعتي قايمه تمام التمام ويعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى انا خلصت لاب 35 طيب طبعا احنا في المحاضره النهارده خدنا الفي لانز والترانكينج والفي تي بي انا عارف المحاضره هتكون طويله بس مش ملاحظين ان اللابات دي يا جماعه لو انتوا قمتوا بيها اللابات ده يعتبر بروجكت كامل اللابات ده بروجكت كامل اوكي فانا انصح بان انتوا تعملوا اللابات دي بحذافيرها انصح ان انتوا تعملوا اللابات دي بحذافيرها تمام باذن الله سبحانه وتعالى
باذن الله سبحانه وتعالى الاسبوع الجاي باذن الله هنبدا ورك شوب تدريب عملي للطلبه الناس اللي واخده سي سي ان اي او الام سي اس اي او سي سي ان سكيورتي او الفويس. هناخد بقى ايه خمس يعني كل ورك شوب هتشتغل عندنا بتبقى 5 دايز. كل يوم هناخد بروجكت, اول بروجكت على الراوتنج سويتشنج, تاني بروجكت هيكون على المايكروسوفت سيرفر, تالت بروجكت هيكون على اللينكس, رابع بروجكت هيكون على لابات السكيورتي, هناخد بروجكت كامل في السكيورتي, وخامس لاب او خامس يوم هيكون على الفويس اوفر اي بي, وزي ما نعمل فويس ميل بالتشيك بوكس, ازاي نعمل دايل بيرز, ازاي نعمل سنترال بي سي و سي ام و سي سي و سي ام اي كل مانجر اكسبريس. انا اعتبر خلصت, اتمنى تكون المحاضره عجبتكم, شكرا على خير ان شاء الله, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.